طيب حبيبي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بدأنا المحاضرة بالأمس، اتكلمنا على الأمينز، عرفنا يعني إيه معنى كلمة أمينز، وقلت إن الأمينز دي عبارة عن دريفاتيف، مشتقات من الأمونيا. لما استبدل ذرة هيدروجين واحدة من الأمونيا يبقى نوع الامين اللي عندي عباره عن برايمري امين، استبدلت 2 هيدروجين از بروتون يبقى عباره عن سكندري امين، استبدلت 3 هيدروجين يبقى عباره عن تيرشري امين. وقلنا زي بالظبط ما كنا بنتكلم في الالكول اللي خدناه السنه اللي فاتت وخدناه السنه دي في العملي، الاو اتش متصله بالكايل جروب واحده يبقى بقول عليها ايه؟ بقول عليها برايمري الكول. الاو اتش متصله ب2 الكايل جروب بقول عليه سكندري الكول، الاو اتش متصله ب3 الكايل جروب ب3 الكايل جروب بقول عليه تيرشري ايه؟ تيرشري الكول. وفي نفس الكلام برضو الالكايل هالايد، لو واحده متصله بالسي ال بقول عليها برايمري الكايل هالايد، 2 يبقى سكندري، 3 يبقى تيرشري. وكلمنا قلت في عندي اروماتيك امينز وفي عندي اليفاتيك امينز. لو الكربون الاتاتشد بي الان اللي هي بتاعت الامين جروب بتاعت الامينز عبارة عن اس بي 3 كربون يبقى دي بقول عليها اليفاتيك امينز، زي اي الكايل جروب، ميثايل ايثايل بروبايل اي الكايل جروب. متصل بكربون اس بي 2 اروماتيك، يعني اي حاجة من اللي قلناها الكرايتيريا بتاعت الاروماتيست ديت، يبقى ده عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن اروماتيك امينز. اتكلمنا بعد كده على ازاي نسمي الامينز، قلت في عندي طريقتين، يا اما بالكومن نيم او بالايوباك نيم، ده جنرالي لاي كلاس من الاورجانيك ايه فانكشن جروب. قلت بالكومن نيم ان انا اسمي الالكايل جروب واتبعها بكلمه امين، بقول ميثايل امين، ايثايل امين، بروبايل امين، ايزو بروبايل امين، بيوتايل امين، ايزو بيوتايل امين، ده كده عباره عن ايه؟ عباره عن كومن نيم. الايوباك نيم ما دام بقول ايوباك نيم في اي حاجه يبقى انسب للالكان، اختار اطول سلسله كربونيه واشوف عندي الامين موجود فين وبديله اقل رقم، اقل رقم للامين او للامينو جروب في حاله ايه؟ في حاله ان موجود مع على نفس المركب مثلا سبستيتوانت للميثايل يبقى هو اعلى من الميثايل يبقى هو بيرن، كلورو برومو ايودو يبقى هو البيرن، يعني الكربون اللي ماسكه فيه تاخد اقل رقم وانسب في الاخر لمين، اقول كلمه امين. واشوف عدد الكربون، 3 يبقى اسمه بروبان مثلا بروبان امين، 3 4 يبقى بيوتان امين. وفي نفس الوقت ما دام عدد الكربون اكتر من 2 يعني 3 فما فوق، لازم احدد البوزيشن بتاع الامينو جروب موجود على انهي كربون بالظبط. يعني عندي زي المثال اللي خدناه بروبان امين، قلت لازم اقول ايه؟ 1 بروبان امين، يبقى كده معنى ذلك ان الامينو جروب موجود على الكربون رقم 2، ماشي، لان في ممكن تكون موجوده على الكربون، موجوده على الكربون رقم 1 1 بروبان امين، ممكن تكون موجوده على الكربون رقم 2 2 بروبان امين، والاثنين دولت زي ما خدنا السنه اللي فاتت ايزومر لبعض، بس هو الفرق فين؟ في البوزيشن بتاع الفانكشن جروب موجود على انهي مكان، وخدنا حاجه اسمها البوزيشنال ايزوموريزم او البوزيشنال ايزومر. ماشي يا شباب، خدنا بعد كده اللي هي الايه الامبورتنس بتاعت الايه بتاعت الامينز. قلت الامينز دي موجوده في الامينو اسيد بتاعتنا اللي هي بتكون البروتينز، لان البروتينز عباره عن مجموعه من الامينو اسيد كبيره جدا متحدين مع بعض عن طريق بوند اسمها ايمايد بوند او ببتايد بوند او ببتايد بوند. وقلت كلمه امينو اسيد يبقى لازم في عندي كربون عليها مجموعتين من الاسم امينو اسيد، يبقى مجموعه ان اتش 2 امين ومجموعه كربوكسيليك اسيد سي او او اتش. قلت موجود في الدراجز زي البيبرازين والالكالويدز، الحاجات اللي قلناها المورفين والكوكايين والنيكوتين اللي احنا ايه قلناهم المره اللي فاتت، وحاجات تانية كتيره جدا زي الادرينالين والنور ادرينالين اللي تاخدوه فيه اكيد في الفسيولوجي، ده ديت عباره عن ايه؟ عباره عن كيميكال ميديتور او ترانسميتر موجوده عندي في الجسم، ماشي، عباره عن الادرينالين دول عباره عن برضه موجود فيهم الفانكشن جروب بتاعتهم ايه؟ برضه موجود فيهم الامينو جروب. ناهيك عن العديد من الدراجز كلها تحتوي على ايه؟ على امينو على امينو جروبز، سواء كانت برايمري او سكندري او ايه او تيرشري، دي من الايه البيولوجيكال امبورتنس او الامبورتنس عموما بتاعه الامينز. نخش على المحاضره بتاعتنا النهارده، وناخد وهنذكر فيها بس فقط البريباريشنز اوف امينز، ازاي بنحضر الامينز، ازاي بنحضر الامين.
اول حاجه من تحضير الامينز، يعني معنى ذلك ايه من البريباريشن؟ عايز احضر الامينز، يعني عايز ايه؟ عايز احضر امينز عندي، سواء كان برايمري سواء كان سكندري سواء كان تيرشري. اهم حاجه عايز احصل على ان، والان ديت متصل بها ايه؟ متصل بها كربون، ماشي؟ عايز ان متصل بها كربون. والناحيه الثانيه يا اما ان اتش 2 زي البرايمري امين، او ان اتش الكايل جروب زي السكندري امين، او كمان استبدل الاتش دي مثلا بمجموعه الكايل كمان يبقى تيرشري امين. كل ده عباره عن ايه؟ جنرال، اللي بقول عليه ايه؟ بقول عليه امين، بقول عليه امين. انا عايز احضر الناس دي، فطبعا من الاسم كده عايز احضر امينز، يعني حاجه فيها نيتروجين، يبقى اكيد لازم في الغالب في اول حاجه في اول مقام ان انا احضرها من مركبات بتحتوي على نيتروجين، يبقى اسمها ايه؟ اسمها نيتروجينس كومباوند، من الاسم كده نيتروجينس كومباوند، مركبات نيتروجينيه، يعني مركبات بتحتوي على نيتروجين. ماشي يا شباب؟ ده بعمل فيهم ايه بقى اللي بيحتوي على نيتروجين دولت؟ بعمل لهم عمليه ايه؟ بعمل لهم عمليه ريدكشن، ودي اول طريقه، ريدكشن اوف نيتروجينس كومباوند. اول حاجه من نيتروجينس كومباوند اللي انا احضر منها الامينز عندي ديت حاجه اسمها النيترايل. طبعا خدناه السنه اللي فاتت في سنه اولى، وطبعا ما حدش فاكر هو ايه النيترايل ده. النيترايل ده اللي هو عند مركبات بتحتوي على السيانو جروب، يبقى كلمه نيترايل تساوي سيانو، اللي هو السيانايد، السي ان ده اللي خدته في الاناليتيكال في الانايون، مجموعه السيانايد والسايوسيانيت والايزوسايوسيانيت والكلام ده كله. ما علينا، يبقى كلمه سيانايد تساوي النيترايل، يبقى بقول على الراجل ده اسمه ايه؟ ايسايل نيترايل او ايسايل سيانايد. الراجل ده لما اجي اعمل له ريدكشن النيترايل ده هو بيديني مين يا شباب؟ اللي خرج عندي ده عباره عن ايه؟ هل ده برايمري امين ولا سكندري امين ولا تيرشري امين؟ ده عباره عن ايه اللي خرج عندي ده؟ تمام، الناس كده صاحيه ومذاكره، عباره عن برايمري امين. طيب طبعا زي ما احنا عارفين بلام هعمل ريدكشن، يبقى في عندي نيتروجين، في عندي هستخدم راجل ريديوسنج ايجنت، بلام هعمل عمليه ريدكشن يبقى في ايه؟ في ريديوسنج ايجنت. اللي هو مين الريديوسنج ايجنت ده؟ الليثيوم الومنيوم هيدرايد. زي ما احنا عارفين من خلال دراستنا في الكيمياء العضويه، وانتوا الناس طبعا دلوقتي بقى لكم باع كبير في الكيمياء العضويه، اللي هو الليثيوم الومنيوم هيدرايد ده عباره عن ايه؟ ريديوسنج ايجنت، عامل مختزل. وطبعا لما اقول ليثيوم الومنيوم هيدرايد يبقى انهي جزء فيه اللي بيعمل لي عمليه الريدكشن؟ هل الليثيوم ولا الالومنيوم ولا الهيدرايد؟ طبعا من الاسم كده انا هعمل عمليه ريدكشن، يعني هيدروجين هتخش على المركب اللي موجود عندي، يبقى مين؟ وكلمه هيدرايد تحن ان الاتش عليها شحنه يا شباب، زي ما قلت قبل كده الاتش عليها شحنه سالبه، كلمه هيدرايد. وقلنا اتش موجب يعني ايه؟ يعني بروتون. يبقى ليثيوم الومنيوم هيدرايد يعني الاتش اللي عندي ديت بتشتغل از نيوكلوفايل، راجل عليه شحنه سالبه. زي ما كل مره كده لو رجعنا لسنه اولى في اخر الانترودكشن وانواع النيوكلوفايل هتلاقي سيادتك كاتب لك الهيدرايد من انواع النيوكلوفايل. يبقى ليثيوم الومنيوم هيدرايد. طب تمام. الراجل اللي عندي ده سي ان، انا كل اللي هنا يهمنا عندي النيترايل ديت سي ان، انا الجزء ده عندي سي اتش 3 سي اتش 2 ده ثابت، سي اتش 3 سي اتش 2. ازاي بقى السي ان ديت اتحولت عندي لايه؟ الى سي اتش 2 ان اتش 2. سي اتش 2 ان اتش 2. يبقى الراجل ده عباره عن كده ار، اللي هي ديت ار ديت اللي هي مجموعه الايسايل. ماشي؟ متصل بها ايه؟ سي ان. بقت وار ديت تكون ميسايل، ايسايل، بروبايل، تكون زي ما تكون. الناس يا شباب لا تتقيد بالامثله اللي انا بقولها ديت، دي كيمياء عضويه مش حاجات ثابته. يعني هي انا ايسايل قلت لك بروبايل، ايه الفرق؟ ولا حاجه. بقت ميسايل، بقت بيوتايل، ما تفرقش. والسي دي طبعا متصله بايه؟ متصله عند تريبل ايه؟ تريبل بوند، سي تريبل بوند ان. الراجل اللي قدامي ده لو جيت انظر له كده الهايد، انا قلت عندي هيطلع لي مين؟ سي اتش 2 ان اتش 2، يعني السي ديت هيبقى عليها 2 هيدروجين، والهيدروجين ديت هيكون عليها كام هيدروجين؟ هيكون عليها 2. يبقى انا عندي زي ما احنا عارفين السيانو جروب ديت كده هي كده بالظبط موجوده بالشكل ده، سي تريبل بوند ان، مش انا عندي الان ثلاثيه النيتروجين ادي 3 بوند، الكربون رباعي واحده مع الالكايل جروب مع الكربون وثلاثه مع مين؟ مع النيتروجين، يبقى سي تريبل بوند ان. طيب ده اول حاجه.
الراجل ده عايز دلوقتي افك الاثنين باي بوند دول، ثلاث ريبل بوند دول عارفين ان هم عباره عن ايه؟ عباره عن اثنين باي وواحده سيجما قويه ما بتتكسرش، زي ما كانه بالظبط شبيه بالالكاين اللي كنا بنقوله السنه اللي فاتت لما كنت بعمل ريدكشن للالكاين كومبليت ريدكشن، لما اعمل له اول مره ريدكشن واحده من الباي بوند بتتفك ويديني الكين، ارجع اعمل ريدكشن تاني الباي بوند اللي باقي عندي يحصل لها ريدكشن وفي الاخر يديني مين؟ يديني الالكان، يديني الالكان. طيب انا دلوقتي عندي دي سي ان، الاتش السالب ديت هتروح على مين يا شباب؟ الاتش السالب هتروح على الكربون، تمام، وهتروح على الكربون ليه؟ زي ما بتقول كده رقية وولاء والناس كلها اللي موجودة، هتروح ليه؟ لأن النيتروجين هايلي الكترونيجاتيف عن الكربون، مش الكربون وخلاص، هايلي الكترونيجاتيف عن الكربون يعني هيسحب البوند ناحيته. ماشي يا شباب، يبقى الكربون ديت عليها شحنة إيه؟ عليها شحنة موجبة. عليها شحنة إيه؟ عليها شحنة موجبة. الناس اللي عايز يكتب حاجة يا شباب يكتبها بعد ما نخلص السلايد، وبسم الله ما شاء الله ست إسراء كاتبة لنا بتاع في الشات كومنت باللغة اليابانية ما شاء الله. الإن هتسحب الإيه؟ هتسحب الباي بوند. ماشي؟ يبقى الكربون هيصبح عليها شحنة إيه؟ شحنة موجبة. ولما الان هتاخد الباي بوند بعد ما الهيدرايد هيعمل اتاك عليها، الهيدرايد هيجي كده الراجل اللي عليه شحنه سالبه ده هيروح يعمل جاي اتاك نيوكلوفيليك اتاك على الايه؟ على الموجب. ماشي يا شباب، يبقى معنى ذلك في الحاله ديت لما الان الكربون الهيدرايد هيعمل اتاك عليها، الهيدرايد هنا بيشتغل از ايه؟ از نيوكلوفايل، حاجه سالبه زي ما قلت، حاجه سالبه وعليها لون بيرمن الالكترون. ماشي، يبقى في الحاله ديت الكربون هيبقى حوالي خمسه، يبقى لازم واحده من الباي بوند ديت تبقى موجوده على ايه؟ على الان. يبقى كده الاثنين دول هيمسكوا في بعض، يبقى في عندي ار وعندي هنا سي ماسكه في الاتش، وعندي هنا دبل بوند ان، والان يا شباب اصبح عليها ايه؟ اصبح عليها نيجاتيف تشارج غير اللون بير من الالكترون اللي كانوا موجودين عليها اصلا، هم موجودين انا رسمهم لكم تحت، ده خرج لنا ده. طيب تمام، ده دلوقتي يا شباب الان عليها شحنه سالبه، وانا بقول هنا البرودكت فيه ان اتش 2، يعني معنى ذلك لما اضيف اتش على الكربون هضيف اتش على النيتروجين. السؤال هنا ازاي الان السالب هتاخد الاتش الماينس النيوكلوفايل؟ طبعا الكلام ده احنا قلنا مش معقوله واحد سالب هيتفاعل مع واحد سالب، يبقى لو ان الريجنت هيفضل بالمنظر ده يبقى انا بقول لكم اي كلام وبضحك عليكم، يبقى معنى ذلك عمر الان ديت ما هتفاعل مع الهيدرايد زي ده كده، يجي يتفاعل معاها ده هو سالب والان عليها شحنه سالبه. ماشي يا شباب، هيجي منين بقى الاتش اللي هيجي على النيتروجين ده؟ شوف الناس بتكتب ايه بس. ما هي الدبل بوند انكسرت، انا كسرتها، تمام كده زي ما افنان بتقول انا كسرتها، فالان اصبح عليها نيجاتيف تشارج. الوقت السؤال، ما هو جاي عليها نيجاتيف تشارج من الرابطه اللي هي خدتها اللي كسرتها وخدتها لانها هايلي الكترو نيجاتيف. طيب ان ديت عليها شحنه سالبه، المفروض البرودكت في ان اتش 2، انا بقول هنا الاتش هيدرايد عليه شحنه سالبه، كيف الشحنه السالبه هتروح تتفاعل على ان اللي عليها شحنه سالبه؟ مش البرودكت في ان اتش 2، ازاي الاتش 2 ديت هتبقى موجوده على الان وهو الاتش اصلا سالب والان سالب؟ هو ده اللي انا اقصده في السؤال. الإجابة تيجي منين؟ إن التفاعل دوت بيتم في وجود، ما هو اللي أنا بسويه ده يا إقبال عبارة عن ريدكشن، ما أنا كده الإتش ده جاي من ليثيوم ألمونيوم هيدرايد، هو ده الريدكشن، إن الخطوة الأولانية الكربون بقى فيها هيدروجين، بقى فيها هيدروجين، يبقى المفروض دلوقتي السؤال اللي هيجي يتفاعل الإتش اللي هيجي يتفاعل على الإن ده
لا برضه يا ريهام مش اتش 2، هيجي منين؟ الان عليها شحنه سالبه بعد ما الهيدرايد ده اللي جاي من الليثيوم الومنيوم هيدرايد عمل اتاك على الكربون اللي عليها شحنه موجبه للان بتسحب، فالان بعد ما الاتش الهيدرايد مسكت في الكربون بقى عليها كومبليت نيجاتيف تشارج اللي هي عباره عن واحده من الباي بوند اللي موجوده عندي ديت، ادي النيجاتيف تشارج. يبقى الراجل السالب ده اللي اتش اللي هتيجي تحل معاه او تتفاعل معاه المفروض تكون شحنتها ايه؟ هو بقى دي الاجابه. انا كده وضحتها لكم خالص، المفروض تبقى شحنته ايه؟ موجبه. زي ما اسراء بتقول كده، تكون شحنته ايه؟ تكون شحنته موجبه وحيطه. يبقى الراجل تفاعل ده هو ليثيوم الومنيوم هيدرايد، ودعاء بتقول في وجود الووتر او في وجود بعض النقط من المينرال اسيد اس كاتاليست. يبقى الخطوه الثانيه لازم يكون عندي موجود فين في الميديا؟ موجود عندي ووتر، ميه. ماشي، الميه هيجي لان النيجاتيف اللي عليها كومبليت نيجاتيف تشارج هياخد الاتش من الووتر وتتحول الى ايه؟ الى ان اتش. يبقى كده الايه؟ النيجاتيف تشارج كده راحت وبقت عباره عن بوند ما بين النيتروجين والايه؟ والهيدروجين الجديد. ده بقى دلوقتي لسه ناقصني ايه؟ ناقصني لسه باي بوند، هعمل نفس اللي انا عملته ده مره اخرى. ماشي، هيجي الهيدرايد يعمل اتاك على الكربون ديت، يبقى الباي بوند ديت هتطلع على مين؟ على الان، يبقى الان عليها شحنه سالبه. هتيجي تاخد هيدروجين منين؟ تاخد هيدروجين من الميه. يبقى النتيجه الاخرانيه بقى عند مين؟ سي اتش 2 ان اتش ايه؟ ان اتش 2. حد عنده اي استفسار في دي يا شباب؟ ماشي يا شباب، عشان الناس تبقى ايه كل حاجه بتاخدها تبقى هي فاهمه الدنيا اتكونت ازاي. ما عدا اللي اقول لك عليه هناخده بعد كده بالتفصيل، يبقى ده ايه له ايه له عذره يعني. يبقى احنا عرفنا، لان السؤال اللي هيجي يقول انا بقول لك ليثيوم الومنيوم هيدرايد، الهيدرايد هو ده ريديوسنج ايجنت وعليه شحنه سالبه. ده بازاي الاتش الان اللي عليها لون بير من الالكترون واثناء التفاعل اصلا اصبح عليها شحنه سالبه؟ ده بازاي هتمسك في الراجل اللي انا جدونه ده وهو ده اللي موجود عندي؟ ماشي يا شباب، يبقى هيجي منين؟ ان لازم يكون عندي ايه؟ يكون عندي ووتر في الايه؟ يكون عندي ووتر في التفاعل، او في عندي مينرال اسيد. بعد الدروبس من المينرال اسيد برضو في وجود مين؟ في وجود الميه. في وجود الميه عشان يكون لي مين؟ كانه بيكون لي الهيدرونيوم ايون. يكون لي مين؟ الهيدرونيوم ايون. يكون لي الهيدرونيوم ايون بالظبط كده زي ما ريهام بتقول. يبقى بل بتقول نعيد الخطوه اللي هي اللي احنا قلناها بتاع اضافه الميه. انا قلت الجزء الاولاني الهيدرايد اللي عليه شحنه سالبه هيجي يتفاعل مع السي ان. احنا قلنا دلوقتي عندي السي ان عباره عن سي تريبل بوند ان، وده الجزء اللي هو الالكايل جروب، وادي السي اللي موجوده عندي. الان دي بتسحب منه فهتاخد الباي واحده من الباي بوند اللي موجوده عندي اللي هم سهلين الكسر، هيبقى عليها نيجاتيف تشارج. ماشي كده، يبقى كده واحده من الباي بوند دي خلاص ما عادتش موجوده، اتكسرت خلاص، وحل محلها مين؟ الهيدرايد اللي هو جاي سالب وراح مسك في الكربون الموجب. ماشي يا شباب، السؤال كان هو ايه بقى؟ الان اللي عليها سالب ديت الاتش اللي هيجي عليها هيجي منين؟ السورس بتاعه ايه؟ هل الهيدرايد؟ لو قلت الهيدرايد يبقى كلام ما هوش منطقي خالص ولا يعقل، مش معقوله واحد سالب هيتفاعل مع واحد سالب. انما الان ديت الهيدرو اللي بيجي عليها بنيجي منين؟ بيجي من الميه اللي موجوده في وسط التفاعل، او بقول عليها اسيدفايد ووتر، يعني ميه معاها نقط بسيطه من الايه؟ من المينرال اسيد، بحيث الوسط اللي عندي يكون وسط ايه؟ وسط حامضي، يعني في عندي اتش بروتون. هيجي منين؟ الاتش البروتون يروح على الشحنه السالبه يتحول الى ان ايه؟ الى ان اتش. ماشي؟ التفاعل ده كده انا كونت سي اتش دبل بوند ان اتش، يتعاد كمان مره. برضه الان بتسحب من فاضل لسه عنده واحده باي بوند، يبقى الان بتسحبها، يجي الهيدرايد يروح على الكربون اللي عليه شحنه موجبه، الان اللي عليها شحنه سالبه تاخد اتش تاني من الايه؟ من الميه او من الهيدرونيوم ايون اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. ست اقبال كده تمام ولا نعيد تاني؟ بعد كده يا شباب يبقى ده اول حاجه عندي اللي هي الالكايل نيترايل او الالكايل ايه؟ سيانايد. السيانو جروب عموما. يبقى السيانو جروب عموما لما اجي اقول لك لا اعمل لا عمليه ريدكشن بقى
تكون موجودة زي ما هي موجودة، ايه اللي ماسك فيها؟ ما تشغلش بالك هي ماسكة في ايه. لما اقول لك لما اعمل لها ريدكشن بالليثيوم الامونيوم هيدرايد في وجود الووتر او الاكواس ميديا او الاسيديفايد ووتر، يبقى سيادتك على طول تعرف ان السي ان ديت هتتحول الى سي اتش 2 ان اتش 2. سي اتش 2 ان اتش 2 وعرفنا الميكانيزم ازاي ده اتكون. يبقى الراجل ده بيقول اسمه ايسايل نيترايل او ايسايل سيانايد. يبقى البرودكت عن ايه؟ عباره عن برايمري امين. واسمه ايه بقى؟ ما تقولش ليه ايسايل امين، لا ده اللي خرج عندي من الايسايل نيترايل او الايسايل سيانايد عباره عن بروبان امين. ما انا عد عدد الكربون 1 2 3، يعني ما اقولش ليك ايسايل نيترايل تديني ايسايل امين سيادتك تقوم متسرع وكاتبها لي صح، لا غلط. ايسايل نيترايل تديني بروبان امين، بروبان امين، لان كلمه نيترايل او سيانايد دي لوحدها. لما اقول ايسايل نيترايل او ايسايل سيانايد، هو الراجل ده اسمه كده بالكومون نيم، او ايسان نيترايل او ايسان سيانايد. ده بان دلوقتي لما البرودكت اللي طلع عندي عباره عن امين، السي ان اللي عندي دي اتحولت الى سي اتش 2 والان بقت ان اتش 2. يبقى نخلص من الموضوع ده لما عملت عمليه ريدكشن في وجود الاسيدفايد ووتر او الاقوس ميديا، ماشي؟ لان الخطوه الاولانيه بيحصل ريدكشن بالهيدرايد الاتش الماينس اللي هي الهيدرايد، بتشتغل از نيوكلوفايل تعمل اتاك على الالكتروفيليك كربون، الكربون اللي عليها شحنه موجبه نتيجه ان هي اتاتشت بنيتروجين اكثر منها في السالبيه الكهربيه، فبتسحب الباي بوند. الخطوه الثانيه اعمل عمليه الايه؟ اعمل عمليه هيدروليسيس، او بعمل عمليه الايه؟ او بعمل عمليه اديشن اوف البروتون على مين؟ على الان اللي عليها الشحنه السالبه. يبقى اللي خرج عن ده عباره عن برايمري امين، وفي نفس الوقت يعتبر كاني زودت ايه؟ كاني زودت كربون، هي ما زادتش ولا حاجه، بس هي الاختلاف بس في التسميه. لما اقول ايسايل نيترايل مش هتديني ايسايل امين، تديني بروبان امين، ولازم اقول واحد واحد. ليه؟ لان ممكن الامينو جروب ديت تكون في البوزيشن رقم 2، يبقى اسمه تو بروبان امين، يبقى لازم اقول واحد. زي ما قلت في التسميه في الاول، ما دام الامين عندي اكتر من 2 كربون، يبقى لازم احدد اللوكيشن او البوزيشن بتاع الامينو جروب على انهي كربون موجوده عليه. يبقى ده الجزء الاولاني من البريباريشن. تاني حاجه الراجل اللي عندي ده، الراجل عندي ده سي اتش 3 سي اتش 2 سي او ان اتش 2. زي ما قلت لك الالكايل راديكال او الالكايل تشين اللي عندي ديت ما تشغلش بالك هي الكايل ميسايل بروبايل بيوتايل، ما تفرقش، تكون زي ما اكون اللي اقول لك عليه مش فارقه. اهم حاجه عندي مين اكشن جروب اللي موجوده عندي دهيت سي او ان اتش 2. احنا خدنا دي قبل كده يا شباب وقلت اسمها مجموعه ايمايد، مجموعه ايمايد. الراجل ده سميه ازاي الاول؟ انا قلت كل ده في التفاعلات نتيجه مركبات بتحتوي على نيتروجين زي الايمايد. يبقى الايمايد ده انا عايزه يتحول الى ايه؟ يتحول الى الكايل جروب ان اتش 2. يعني الوقت معنى ذلك التفاعل ده ايه؟ سي دبل بوند او هتتحول الى سي اتش 2 زي ما احنا شايفين في البرودكت كده. ده كان اسمه بروبين ايمايد اتحول الى 1 بروبان امين، برايمري برضو برايمري امين. يبقى المجموعه اللي عندي ديت سي دبل بوند او ان اتش 2 ديت قلت عليها وخدناها في لما كنا بنتكلم على الكتروفيليك سبستيوشن، ان مجموعه السي دبل بوند او ان اتش 2 ديت مجموعه الكترون وذروينج جروب، لان طبعا الكربون اللي متصله في حلقه البنزين لما كنا بنتكلم هناك الاكسجين بتسحب منها، فيبقى عندي كربون اللي ماسكه في حلقه البنزين عليها شحنه موجبه، فقلت الكترون وذروينج جروب كانها مجموعه كيتون، كانها مجموعه، بقول كانها مش هي كيتون، كانها، لان هي الوقت متصله بان اتش 2 فاصبحت اسمها ايه؟ اسمها اي مايل، حاجه ثانيه خالص، فانكشن جروب ثانيه. يبقى ايه الفانكشن جروب بتاعت الايمايل عشان لما نيجي نشرحها بعد كده؟ هي عباره عن سي دبل بوند او ومتصل بها ان اتش اي ان اتش 2. طيب ماشي. طب الراجل ده بيتسمى ازاي؟ اجي ابص عندي كام كربون؟ لما باجي اعد هنا اهوت بتاعت الكربون بتاعت الكربونيل جروب بتتعدي، يبقى 1 2 3، يبقى اقول اسمه بروبين ايمايد، بروبين ايمايد. مش كنت هنا بقول بروبين امين؟ هنا قلت ايمايد ليه؟ لان عندي سي دبل بوند او. طيب الراجل ده بقول عليه برايمري ايمايد، يبقى زي ما اقول اللي عندي الامين فيه برايمري امين، الايمايد ده اللي هو بيحتوي على فانكشن جروب سي دبل بوند او ان اتش 2 بقول فيه منه برايمري، بلام برايمري يبقى فيه منه سكندري وفيه منه تيرشري. ده بما هو البرايمري نفس اللي قلناه في الامين، ده كده برايمري امين مش متصل بكربونه واحده، يبقى اسمه برايمري برايمري ايمايد. ده لو استبدلت واحده من الهيدروجين دهيت بمجموعه ار، مجموعه ار، يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه سكندري ايمايد. ده لو استبدلت الهيدروجين الباقيه ديت كمان بمجموعه ار، يبقى اسمه تيرشري ايمايد.
لما كان سكندري بيحتوي ان متصله بكام كربون؟ واحد اتنين، يبقى دي سكندري امايد. لما بقى تيرشري ان متصله بكام كربون؟ واحد اتنين تلاته، يبقى قول عليه تيرشري امايد. وما هي مجموعه الامايد؟ سي دبل بوند او ان. الان ديت ممكن تكون برايمري ان اتش 2، ممكن تكون سكندري تبقى ان اتش ار، ممكن تكون تيرشري يبقى ان ار 2. ماشي يا شباب؟ طيب احنا كده عرفنا يعني ايه برايمري امايد وسكندري امايد وتيرشري امايد، وهي ايه الفانكشن جروب اللي بقول عليها امايد. طيب الراجل ده انا عايز احول ده لده، يبقى ايه اللي عملته هنا؟ السي دبل بوند او ديت اتحولت الى ايه؟ الى سي اتش 2 عشان يبقى امين. هو كده امايد عايزه يبقى ايه؟ يبقى امين. طيب ايه اللي حصل عندي؟ ما هو الميكانيزم؟ انا زي ما قلت نفس الكلام دلوقتي يا شباب. يبقى الليثيوم الومنيوم هيدرايد ده من الاسم كده السنتر بتاع الريديوسنج باور اللي موجوده فيه، انهي الليثيوم ولا الالومنيوم ولا الهيدرايد؟ زي ما قلنا في المثال الاولاني اللي هو الهيدرايد الاتش ماينس، والهيدرايد ده بيشتغل از ايه؟ بيشتغل از نيوكلوفايل، از نيوكلوفايل. المعلومات اللي بقولها يا شباب اللي هي الصغيره ديت النيوكلوفايل والالكتروفايل والهيدرايد والبروتون والحاجات ديت، هي ديت لب الموضوع. انا مش هتفرق معايا انك انت تقعد تحفظ لي رياكشن وما انتش فاهم حاجه، ما هو اللي انت برنامج بتحفظه يبقى اكيد ايه، مجرد انك انت هتقفل هتلاقيك نسيته. ماشي، انا عايزك سيادتك عايز تحفظ احفظ بس تبقى فاهم، بدليل ان انا ما بعديش لك حاجه الا لما اقعد يعني افهمك الموضوع جه منين وراح على فين. ما علينا، يبقى انا دلوقتي عندي اتش اتش ماينس، والناس بسم الله ما شاء الله الناس اللي بتذاكر تلاقي الامور مع كتر المحاضرات، تلاقي المحاضره مثلا لما يحصل له 50% في المحاضرات القديمه، لما اجي اشرح محاضره جديده فيها 70% 50% قديم و20% جديد، خلاص ال 50% هو اوريدي عارفه، ال 20% الجداد خلاص هو هيحصله، يبقى العمليه معاه سهله. انما اللي ما بذاكرش خالص او اللي يعني حاول مطنش او مش شاغل باله هو حر. طيب يبقى انا عندي هنا الهيدرايد، الهيدرايد ده هو ده يهمني، لانك انت بعد كده لما تيجي تبص هتيجي يعني المفروض هتفهم الاورجانيك من غير ما اقول لك، بعد كده تبقى انت عارف الدنيا هتمشي ازاي. ماشي، يعني الراجل ده ادي عندي دي هتمشي ازاي؟ انا عندي سي دبل بوند او، زي ما احنا قلنا قبل كده الاو بتسحب من السي، يبقى هتسحب الايه؟ هتسحب الباي بوند، يبقى الكربون هنا ده اللي ماسكه في السي ديت عليها شحنه موجبه. طيب يجي الراجل ده هيعمل نيكلوفيليك اتاك عليه، مش هو هيدرايد نيوكلوفايل؟ اه، يبقى عليه شحنه سالب، هيجي يمسك في مين؟ يمسك في الكربون. هيمسك في مين يا شباب؟ هيمسك في الكربون، والباي بوند ديت تطلع على الاو، هيصبح الاو ديت عليها شحنه ايه؟ هيصبح عليها شحنه سالبه. احنا هنفترض السي اتش 2 سي اتش 3 ديت كانها ار، وزي ما قلت لك اعتبرها كاي اي الكايل جروب، اقول لك ايسايل اقول لك ميسايل اقول لك اي الكايل مش هتفرق حاجه. يبقى في عندي سي زي ما قلت في المثال اللي قبل كده وشرحناه، وهيبقى عندي هنا او، هنا ماسك في سي دلوقتي في البروده مسك فيها الاتش اللي جاي من الهيدرايد اللي جاي عندي من الليثيوم الومنيوم هيدرايد، وفي عندي هنا ايه يا شباب؟ عندي هنا ان اتش 2. دلوقتي يا شباب الراجل اللي انا برسمه ده الاكسجين اللي عندي ديت عليها شحنه ايه؟ اللي خدت الباي بوند. عليها شحنه سالبه، تمام كده؟ عليها شحنه سالبه. لما يبقى عندي كربون وماسك فيها اكسجين عليها شحنه سالبه يا شباب، جنرال كده اي اكسجين اي كربون وماسك فيها اكسجين عليها شحنه سالبه يبقى اسمها الكوكسايد. الكوكسايد يعني كان عندي الكايل جروب واكسجين عباره عن ايه؟ عباره فكان زي ما اقول مثلا ميسوكسايد، يبقى ميسايل وماسك فيها او، يبقى دي بقول عليها جنرالي الكوكسايد. فكلمه الكوكسايد تعني ايه بقى؟ تعني ان انا عندي اكسجين عليها شحنه سالبه. الشحنة السالبة ديت زي ما قلت قبل كده مين اللي هيجي عليه؟ اللي هيجي عليها طبعا اكيد لازم يكون موجب، يبقى زي ما قلت في المثال الاولاني ده بتاع النيترايل، يبقى التفاعل ده لازم يتم في وجود مين؟ في وجود الووتر او الايه؟ او الاسيديفايد ووتر، او الاسيديفايد ايه؟ الاسيديفايد ووتر. يبقى اضيف هنا مين؟ اضيف مي، اضيف اتش 3 او اللي هو الهيدرونيوم ايون. الهيدرونيوم ايون يا شباب يبقى ده سورس المين؟ سورس بتاع البروتون. البروتون هيجي يمسك لي في مين؟ هيمسك لي في الاو اللي عليها نيجاتيف تشارج، ويبقى عندي مين؟ ويبقى عندي او اتش. انا بعرفك دلوقتي ازاي السي دبل بوند او اتحولت الى سي اتش 2، بقى عندي ده. وطبعا الاكسجين عليها ايه؟ عليها لون بير من الالكترون.
هيجي مين تاني يتفاعل معاها؟ الليثيوم اللي هو الاسيديفايد ووتر، الاتش البروتون اللي هو الهيدرونيوم ايون، او بيتقال في بعض الاحيان اوكزونيوم ايون، هي عليه اتش بروتون، هيلاقي لهم بير من الالكترون، هيقوم جاي عامل معاهم بوند. كل ده نتيجه لمين؟ لوجود الاسيديفايد ووتر او الهيدرونيوم ايون. فكده الاو يصبح عليها شحنه ايه؟ شحنه موجبه، لانها فقدت لهم بير من اللي عليها، بقت او اتش 2، كاني بعمل عمليه بروتونيشن على الاو اتش، هتتحول الى او اتش 2، والاو عليها شحنه موجبه. هتعوضها منين؟ هتاخد الاو تاخد الرابطه اللي موجوده بينها وبين الكربون، وتخرج از ايه؟ از جود ليفنج جروب از ووتر. يبقى معنى ذلك الكربون اللي عندي يا شباب دلوقتي اصبح عليها شحنه ايه؟ الكربون دلوقتي اللي على القلم دي اصبح عليها شحنه ايه؟ تمام، شحنه موجبه. يبقى بقى عندي دلوقتي اصبح عندي بالمنظر ده كده ار، مش هيبقى واضح هنا، ار سي اتش والكربون ديت عليها شحنه موجبه، ومتصل بمين؟ ما ننساش متصل بمين؟ بالان اتش 2 يا شباب، ان اتش 2. في الخطوه الاخيره دي يا شباب اللي هيروح يتفاعل على الكربون الموجبه دي بقى الهيدرونيوم ايون ولا الهيدرايد اللي جاي من الليثيوم الامونيوم هيدرايد اللي هيروح على الكربون اللي عليها شحنه موجبه، انهي واحد؟ تمام كده، يبقى عندي الهيدرايد اللي جاي من الليثيوم الامونيوم هيدرايد هيروح على الكربون اللي عليها شحنه موجبه وتتحول الى ايه؟ الى سي اتش. يبقى بقى الوقت اصبح عندي ايه؟ زي ما انتم بتكتبوا كده بارك الله فيكم، اصبح عندي ايه؟ ار اللي هي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 ان اتش 2، وهو ده المطلوب اثباته، وهو ده المطلوب اثباته. طيب نفس الكلام في الخطوه اللي تحت ديت، هو بالظبط الراجل ده عباره عن ايه دلوقتي؟ ده كان برايمري امايت، بقت اصبح ايه؟ سكندري امايت، سكندري امايت، سكندري امايت. او ان الان هي متصله هنا بالكايل جروب ومتصله هنا بكمان كربون، يعني باثنين كربون، يبقى ده اقول عليه سكندري امايد. يبقى السكندري امايد انا عايز احوله لايه؟ احوله الى سكندري امين. مش انا قلت السكندري امين عباره ان انا عندي ان متصل بيها اثنين كربون، ادي كربون وكربون، ميثايل وميثايل، وسكندري امين يبقى الان موجود عليها اتش واحده، برايمري امين يبقى الان موجود عليها اثنين اتش زي المثال ده والمثال ده، ماشي يا شباب؟ طيب يبقى ده عباره عن سكندري امين، يبقى عندي سكند ليه بقى سكندري امين ليه؟ لان بادئ بسكندري امايد، انما هنا كنت بادئ ايه؟ ببرايمري امايد، انا دلوقتي بادئ بسكندري امايد. طب تمام، بس هنا هو اللي قلناه هنا بالظبط، هو مش هتفرق حاجه، انا عندي ايه؟ كل اللي هنالك ايه؟ سي دبل بوند او اللي موجوده هنا زي اللي كانت موجوده فوق بالظبط، سي دبل بوند او، هحولها ايه؟ الى سي اتش 2 بنفس الميكانيزم اللي احنا ايه؟ بنفس الميكانيزم اللي احنا قلناه. يبقى كل التفاعلات اللي عندي ديت ليثيوم الومنيوم هيدرايد كل ده معاه ايه؟ معاه هيدرونيوم ايون، يعني معاه ووتر، ودايبه بين دايبه في المينرال اسيد، او المينرال اسيد دايب فيها، يعني اقوس ايه؟ اقوس ميديا فيها ايه؟ فيها المينرال اسيد از ايه؟ از كاتاليست، از كاتاليست. يبقى اللي هيتم هنا يتم هنا بالظبط، اول خطوه الهيدرايد اللي عليه شحنه سالبه يعمل نيوكلوفيليك اتاك على الكربون اللي موجود عندي، والكربون ديت عليها شحنه موجبه ليه؟ لان الاكسجين هايلي الكترو نيجاتيف، يبقى هتسحب منها الباي بوند، يبقى الكربون دي اصبح عليها شحنه ايه؟ اصبح عليها شحنه موجبه. اللي يجي يتفاعل معاها مين؟ الهيدرايد السالب اللي جاي من الليثيوم الامونيوم هيدرايد، نفس اللي انا قلته فوق بالظبط، عليه شحنه سالبه، ماشي يا شباب؟ لما ده عمل اتاك وكون لي بوند هنا، يبقى لازم الباي بوند كلها موجوده على مين؟ على الاو، يبقى الاو از الكوكسايد زي ما قلت فوق، عليها نيجاتيف تشارج الاو، وبقى عندي هنا سنجل بوند، ماشي يا شباب؟ هتتحول الى ايه؟ هتتحول الى او اتش نتيجه لمين؟ للهيدرونيوم ايون اللي عندي، واعيد نفس الميكانيزم اللي انا قلته ايه؟ اللي انا قلته سابقا في ايه؟ في المثال اللي فوق ده بالظبط. حد عنده اي استفسار في السلايد دي يا شباب؟ حد عنده أي استفسار؟
طيب ماشي، يبقى احنا اول حاجه قلناها ان انا بحضر الامينز من الايه، النيتروجينس كومباوند. النيتروجينس كومباوند طيب، تاني حاجه عندي من الحاجات اللي احنا قلناها قبل كده، بقى نرجع بقى نتكلم ايه، نتكلم في الماضي. المحاضره اللي فاتت قلت ازاي احضر البنزين ديازونيوم سولت او البنزين ديازونيوم كلورايد، لما كنت بعمل كابلنج مع مين، مع الفينولز. الكابلنج مع الفينولز قلت بحضره ازاي، اللي هو البنزين ديازونيوم سولت. قلت بجيب البنزين، البنزين بعمل له ايه، اعمل له نيتريشن، يتحول الى ايه، يتحول الى نيترو بنزين زي اللي عندي ده، اي ار دي يعني اروماتيك، زي مثلا حلقه الفينايل الى حلقه البنزين، ماشي، نيترو بنزين. قلت اعمل له عمليه ريدكشن علشان احضر مين، برايمري امين اللي هو الانيلين. قالين الكلام ده في المحاضره بتاعت اخر محاضره بتاعت الفينولز. يبقى هنا لما اعمل الريدكشن، قلت بعمل الريدكشن، الريدكشن معناه ايه، ان انا اضيف هيدروجين او بنزع اكسجين. هنا انا عملت نفس الاثنين، نزعت الاكسجين وضفت مين، وضفت الهيدروجين. يبقى كده اسمها عمليه ايه، عمليه ريدكشن، ايديال ريدكشن رياكشن. اتحولت ال NO2 الى NH2. يبقى ده عباره عن ايه، عباره عن الانيلين او اروماتيك ايه، او الاروماتيك امينز. الراجل ده زي ما قلنا قبل كده، الريجنت اللي انا بستخدمه ايه في عمليه الريدكشن دي، ماشي، بعمل حاجه اسمها كاتاليتيك ريدكشن، اللي انا اجيب الهيدروجين في وجود كاتاليست، زي ما قلنا في سنه اولى، زي البلاتينم او مين او النيكل، يبقى اسمه كاتاليتيك ريدكشن. كاتاليتيك ايه يا شباب، كاتاليتيك ريدكشن. او يبقى انا بجيب الهيدروجين جاز على سطح النيكل او البلاتينم، وبيحصل عليهم المركب بتاعه بيتفاعلوا مع بعض، وبيحصل عمليه الايه، عمليه الريدكشن. او ان انا بعمل كيميكال ريدكشن، بجيب الايرن الاف اي او الزنك او الاس ان اسمه 10 اللي هو القصدير، او الاس ان سي ال 2 بقول عليه 10 كلورايد، 10 كلورايد تي اي ان 10 كلورايد في وجود مين، الاتش سي ال. بمعنى اخر يعني الايرن في وجود الاتش سي ال، او الزنك في وجود الاتش سي ال، او الاس ان فقط في وجود الاتش سي ال، او الاس ان سي ال 2 في وجود الاتش سي ال، ماشي يا شباب. كل دول يعملوا له عمليه الايه، عمليه ريدكشن للنيترو جروب الى مين، الى الامينو جروب. يبقى انا كده حضرت من النيترو كومباوند مين، حضرت من النيترو كومباوند اللي هو البرايمري ايه، البرايمري امين، عن طريق ايه، ان انا عملت عمليه ريدكشن للاكسجين اللي موجوده، وضفت مين، وضفت الاثنين ايه، الاثنين هيدروجين، وضفت الاثنين هيدروجين. طيب حد عنده اي استفسار في السلايد اللي فاتت دي يا شباب؟ كلام كله واضح ومتعاهد يعني. طيب من الحاجات بقى طبعا اللي قلناها قبل كده برضو، ثالث خطوة او ثالث طريقة من طرق تحضير الامينز اللي هو امينيشن او امينيشن اوف ارايل هالايد، اوف ارايل هالايد. طبعا الارايل هالايد اخذناه وقتل بحثا، بعمل امينيشن اوف ارايل هالايد. من الاسم كده امينيشن اوف ارايل هالايد ماذا تعني؟ تعني ان انا عندي هالايد هيحل محلها الامينز. الامينز ممكن يكون ايه، ممكن يكون امونيا هيديني امينز، ممكن يكون برايمري امينز، ممكن يكون سكندري امينز. والتفاعلات ديت قلناها انهي، بتاعت الارايل هالايد مع الامونيا او الامينز او الصوديوم هيدروكسيد. المثال اللي كنت هعطيه لك وشرح الميكانيزم عليه بالتفصيل الممل، اللي هو الصوديوم هيدروكسيد، الهيدروكسيد از نيوكلوفايل مع الارايل هالايد، اول نوع من انواع التفاعلات اللي هي النيوكلوفيليك سبستيتوشن رياكشن، عن طريق ايه، عن طريق الاديشن اليمينيشن، عن طريق ايه، عن طريق ميزنهيمر كومبلكس. سيادتك بعد الميكانيزم السلايد اللي بعده قلت لك النيوكلوفايل اللي عندي اللي استخدمها ممكن هيدروكسيد زي ال NOH او البوتاسيوم هيدروكسيد، ممكن تكون امونيا، ممكن تكون برايمري امين، ممكن تكون سكندري امين، ممكن تكون سايوليت، هو ده اللي موجود في السلايد بالظبط. فكل دي نيوكلوفايل، يعني زي ما قلنا على ال OH كان نيوكلوفايل يحصل على الامونيا، يبقى نفس الميكانيزم بالظبط، تروح تعمل اتاك على الكربون اللي ماسك فيها الهالوجين وتديني مين، وبعد كده اعمل الريزونانس اللي ده اسمه ميزنهيمر كومبلكس، اللي هو عباره عن كاربو انايون، وفي الاخر بتطلع الهالوجين السي ال او البي ار از جود ليفنج جروب، ويحل محلها مين، يحل محلها الامينز اللي موجود عندي. الكلام ده نشرحه قبل كده في الارايل هالايد اللي هو النوع الاول.
فانا قلت عندي، كنت بقول النيكروفيليس دي او الارايل هالايد اللي موجود عندي ده، الاكتيفيتي بتاعته بالنيكروفيليك سبستيتيوشن بالاديشن اليمينيشن، لو قلت ان سبستيتيوتد انا كنت بقول شروط التفاعل ايه؟ ان يكون عندي في الارسو او البارا بوزيشن فيري سترونج الكترون وذروينج جروب زي النيترو جروب، وكل ما زادت النيترو جروب في الارسو او البارا كل ما زادت الاكتيفيتي. انا قلت في النيكروفيليك سبستيتيوشن عكس الالكتروفيليك سبستيتيوشن، اللي كان في الالكتروفيليك هايلي الكترون وذروينج دي اكتيفيتنج بيصبح في النيكلوفيليك سبستيتيوشن اكتيفيتنج، يعني بيعمل اكتيفيشن للرنج ان هي تتفاعل. ليه؟ لان المشكله في اللي رايح يتفاعل معاه هو ايه؟ اللي رايح يتفاعل معاها راجل داخل بالالكترونات بتاعته عليه لون بير يا اما نيجاتيف تشارج، اللي عليه لون بير او نيجاتيف تشارج ده لما يروح على بحلقه بنزين فيها 3 باي بوند المفروض عشان يتفاعل ويبقى في احتماليه للتفاعل يبقى لازم اقلل الالكترون دينستي اللي موجوده جواه. عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا احط الكترون وذروينج جروب زي النيترو جروب. يبقى في حاله النيكلوفيليك سبستيوشن في حاله الارايل هالايد النيترو جروب تعتبر للتفاعل ده اكتيفيتنج، يعني انها بتعمل اكتيفيتنج للرنج عشان التفاعل يتم. طيب طب انا قلت عندي لو ما فيش اي سبستيوشن كنت قلت الرياكتيفيتي بتاعته هتكون ضعيفه جدا، زي ده عباره عن بنزايل كلورايد فينايل كلورايد او كلورو بنزين، وكلورو بنزين اللي ما عليهوش اي سبستيوشن ده قلت ده اقلهم، والتفاعل علشان يتم لازم يتم في ظروف قاسيه دراسه الكونديشن، كونديشن دراسه ايه؟ كونديشن. قلت كنت بس درجه حراره عاليه وضغط جوي وفي نفس الوقت بستخدم حاجه كاتاليست زي الكوبرس كلورايد او الكبر ايه او الكبر اوكسايد. الكلام اللي انا قاعد احشي فيه ده يا شباب في السلايد ديت ده مشروح قبل كده بالتفصيل الممل، واكيد الكلام اللي انا بقوله ده انت سمعته قبل كده وامتحنته فيه. يبقى الراجل ده في النهايه ايه اللي هيحصل؟ ال ان اس سي اللي هتخرج، ما هو نيكلوفيليك سبستيتيوشن استبدال، سي ال خرج از نيكلوفايل از جود ليفنج جروب سي ال وعليها شحنه سالبه، وهيحل محلها مين يا شباب؟ وهيحل محلها ال ان اتش ايه؟ ال ان اتش 3. ده بال ان اتش 3 ما تيجي خلاص تمسك فيه الكربون اللي موجوده هنا اللي كانت اتاتشت بيه الكلورو هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ان اتش 2. ليه؟ لان ال ان لما عملت اتاك باللون بير اللي عليها ماشي يا شباب عشان تبقى نيوكلوفايل يبقى لون بير من الالكترون هتروح تعمل اتاك على الكربون اللي ماسكه في السي ال لان ده اقل مكان فيه الكترون، يبقى الان تروح عامله اتاك عليه. الان عايزه بعد ما عملت اتاك بقى عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين؟ تفقد واحد من الهيدروجين ده هما از ايه؟ از بروتون عشان ترجع اللون بير اللي عليها تاني. مع السي ال اللي خرج يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اتش سي ال، عباره عن اتش سي ال. ده بنت هنا يا دكتور كاتب لي امونيوم كلورايد جت منين؟ لان اتش سي ال اللي خرج هيلاقي امونيا، الامونيا اكيد الكلام ده خدتوه في الاعدادي، ولو ما كنتوش خدتوه في الاعدادي خدتوه في الاناليتيكال. عندي NH3 في وجود ال HCl زي ما انا قلت لكم قبل كده الامونيوم ايون، امونيوم يعني ايه؟ يعني ان حواليها 4 بوند، لما اكون حواليها 4 بوند يبقى معنى ذلك ان ال N عليها شحنه موجبه HCl، H موجب على اللون بير تبقى NH4 وCl ايه؟ وCl سالب. NH4Cl، N موجب امونيوم ايون وCl عليها ايه؟ وCl عليها سالب. ماشي. اهم حاجه يبقى ده عباره عن ايه؟ نيوكلوفيليك سبستيتيوشن رياكشن او اندر فيجرس كونديشن، يعني ظروف قاسيه. ليه؟ لان الراجل ده ما هوش اكتيفيتد باي الكترون وذروينج جروب زي ما شرحنا سابقا. طيب نفس الكلام ده لما اعمل امينيشن للهالايد، الراجل ده اول حد اهو قلت لك لما استخدم الامونيا اهو لازم ضغط جوي ودرجه حراره عاليه ووجود الكبر ايه؟ الكبر اوكسايد. عشان مين؟ ال ان اتش 3 هتحل محل السي ال، يبقى الاتش مع السي ال يبقى اقول هنا زائد اتش سي ال، عشان في ناس بتحب الحاجات الصغيره دي قوي وممكن تضيع اليوم كلها هو ايه اللي السي ال راح فين وال ان اتش 3 ازاي اصبحت ان اتش 2، امال فين راحوا فين دولت؟ الحاجات دي يعني مش عايزه يعني شرح، يعني اتش سي ال. وعند هنا الايه؟ ال ان اللي عليها لون بير عملت اتاك على المكان اللي فيه اقل ايه؟ اقل نسبه من الالكترون، يعني اللي هي الكربون اللي ماسكه فين؟ في السي ال، لان السي ال هاي الالكترون نيجاتيف بتسحب من الكربون، يبقى الكربون دي عليها بارشال بوست في تشارج عشان كده الامونيا راحت عملت اتاك عليه. ماشي يا شباب؟ طيب السلايد ده هي ال ان اتش 3 اللي موجوده هنا دي يا شباب مش مظبوطه، الناس تبقى تشطب عليها مش موجوده ديت، دي مش موجوده. لان هنا اللي عمل اللي اتفاعل هنا مين يا شباب؟ اللي هو ده. الراجل ده عباره عن انهي نوع من انواع الامينز؟ والراجل ده الاثنين دول زي بعض، انهي نوع من انواع الامينز دولت؟
اللي على السهم في الحالة الثانية والحالة الثالثة دولت عبارة عن أنهي نوع من أنواع الأمينز؟ تمام، سكندري أمين، سكندري أمين، سكندري أمين ليه؟ لأن الإن عليها هيدروجينة واحدة، بمعنى آخر إن الإن متصلة باثنين ألكايل جروب. الإن متصلة باثنين ألكايل جروب، وزي ما قلت كأنهم بالظبط عبارة عن ديريفاتيفز أوف إيه؟ أوف أمونيا، كأنهم مشتقات من الأمونيا، كأن عندي أمونيا زي ما شرحت بالظبط، قلت هستبدل اثنين هيدروجين منها باثنين ألكايل، باثنين ألكايل. طيب يبقى الراجل ده برايمري أمين، سكندري قصدي سكندري أمين. طب الراجل ده انهي مكان فيه هو اللي بيشتغل؟ والنتيجه زي ما قلت لكم في الاول محاضره، الامينز عباره عن ايه؟ لون بير من الالكترون موجودين على الان، لون بير من الالكترون موجودين على الايه؟ موجودين على الان. المثال الاخير ده طبعا انتوا قلتوا لي ايه يا شباب نوعه ايه؟ الراجل ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكندري امين. فرضنا هنحفرض، حفرض بقول فرضا يعني، لان وعندي برايمري امين سكندري امين مش هتفرق، فانا حفرض الاخراني ده هو عباره عن برايمري امين، يعني عندي ار ان اتش 2. عشان في ناس بتسال اسئله يعني، طبعا كان ديت يا شباب يعني، انت قلت برايمري امين سكندري امين، قلت عباره عن امونيا، ما فيش اي مشكله، اهم حاجه انا ما اشغلش بالي، اهم حاجه انا عندي ده عباره عن ايه؟ لون بير من الالكترون، هيعملوا ايه؟ نيوكلوفيليك، وانا قلت دولت الامونيا ديت عشان ما تشغلش بالك بها مش موجود. اللي بيشتغل عندي اللي هو الايه؟ السكندري امين ده. يبقى اللون بير دول هيروحوا فين؟ هيروحوا على الكربون اللي ماسكه في السي ال. ده اسمه اورسو نيترو كلوروبنزين، او اتنين نيترو كلوروبنزين. يبقى مين اللي مور اكتف؟ الاثنين نيترو كلورو بنزين ولا الاثنين واربعه داي نيترو كلورو بنزين؟ طبعا الاثنين واربعه داي نيترو كلورو بنزين، لان ده بيحتوي على اثنين نيترو جروب في الارسو والباره، فاحسن من الارسو فقط. وطبعا هيبقى افضل جدا لو جبت كمان هنا في الارسو بوزيشن ده وقمت حاطط كمان مجموعه نيترو، هيبقى هايلي رياكتيف اعلى واحد فيهم، لان في عندي ثلاثه نيترو جروب هيقللوا الالكترون دينستي خالص جوه حلقه البنزين، فالنيكلوفايل يتفاعل اسرع. النيكلوفايل يتفاعل اسرع، وبتفاعل اسرع ليه؟ زي ما شرحنا قبل كده، هو راجل معاه الكترونات، لما يجي يروح لرينج، الرينج اللي هيتفاعل معاها او البوزيشن اللي هيروح يتفاعل معاها ده، لازم هو عم هو سالب، يبقى لازم يكون المكان اللي رايح له ده موجب عشان يتفاعلوا مع بعض بسرعه. يبقى هيروح للكربون دهيت اللي ماسك فيها مين؟ السي ال اللي بيسحب منه. طيب ماشي. يبقى ده الراجل ده زي ما انا قلت الامونيا دي مش موجوده، يبقى الراجل ده باللون بير هيقوم عامل اتاك هنا، ده بالان ديت عايزه تعوض اللون بير من الالكترون اللي فقدتهم، لما عملت اتاك هنا بقى الان ديت عليها شحنه موجبه لانها فقدت اللون بير بالبومب الجديده، تعوضها منين؟ تفقد الهيدروجين ده هو از بروتون، الهيدروجين ده از بروتون، اخرج هيلاقي السي ال، يبقى عندي في الاخر هنا زائد اتش سي ال، زائد ايه؟ اتش سي ال. طيب نفس الكلام هنا يا شباب برضه، ان الان عليها لون بير من الالكترون، تقوم عامله اتاك على الكربون ديت، هتعوض اللون بير منين اللي هتفقده منها تكون بوند جديده، الهيدروجين ده يخرج از ايه؟ از بروتون. السؤال دلوقتي اللي انا نسيت اساله للمجموعه اللي قبلكم، مجموعه بي، السؤال لو عندي الامينز ده اللي انا بستخدمه ده، لو استخدمت مكان اي واحد من دول تيرشري امين ار 3N، التفاعل ده يتم عليه اللي هو التيرشري امين، عندي مثلا تراي ميثايل امين، التفاعل ده يتم عليه؟ طب نو رياكشن. تمام تمام كده الناس كلها صح، ما تمش ليه؟ طبعا الناس برضو تجيب عليه، ما تمش ليه التفاعل ده في حاله التيرشري امين؟ التفاعل ده ما تمش ليه يا شباب؟ بقى دلوقتي السؤال، الله ينور عليكم، ما عنديش هيدروجين، لان الان لما عملت اتاك باللون بير اللي عليها هتعوضها منين؟ ما فيش هيدروجين موجود عليها، علشان كده لما ناخد الرياكشن بتاعت الامينز هلاقي اغلبيه التفاعلات بتاعت الامينز تتم فقط للبرايمري وبعده السكندري، التيرشري الاقي الاول لما نلاقي له تفاعلات، النتيجه لايه؟ ان ما فيش عنده هيدروجين يحصل لها ريبليسمنت وتخرج از بروتون بحيث ان الان تعوض اللون بير اللي فقدته. لان الان لما عملت اتاك باللون بير اللي عليها في حاله التيرشري امين على الكربون اللي عندي اللي موجوده ديت، ماشي يا شباب، اصبح الان عليها ايه؟ عليها شحنه موجبه،
عليها شحنه ايه؟ عليها شحنه موجبه، فانستيبل. ده بالان لما تيجي تسال لما تخرج هتخرج مع مين؟ هتخرج مع مين؟ علاوه على الان ديت هيبقى الان ديت كانها حواليها اربع روابط، ما الان عليها شحنه موجبه ليه؟ لان لما تيجي تمسك فيه الكربون ديت وتكون بوند هيبقى دي واحده مع الكربون وثلاثه مع الار اللي موجودين عندي، يبقى ان كانها شبيهه بالظبط ببتاعه الامونيوم. هتبقى ان ستيبل، هتبقى ان ايه؟ ان ستيبل، فالتفاعل مش هيتم لان زي ما انت قلت كده ما عنديش حاجه اسمها ريبليسابل هيدروجين، يعني في اعمل استبدال بالهيدروجين عشان ارجع اللون بير من الالكترون اللي النيتروجين عملت بهم اتاك على الكربون اللي متصله بايه؟ بالهالوجين اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. كل الكلام ده احنا شارحينه قبل كده. يبقى كده كاننا بنراجع على الجزء الاولاني من ايه؟ من الارايل هالايد. يا إسلام، في عندي الطريقة الرابعة. يبقى أنا قلت أول خطوة في طرق التحضير، أنا بهتم أوي ليه جايبهم بالتفصيل، لأن الأمينز ديت من الحاجات المهمة جدا، من الحاجات المهمة جدا اللي موجودة عندي في ديفرنت كلاس وفي ديفرنت دراج وفي حاجات كتيرة جدا، ماشي؟ علشان كده الأهمية جاية من كده إن أنا إيه مهتم بالبريباريشن دي. يبقى عندي اول حاجه قلت من الالكايل نيترايل اعمل عمليه ريدكشن، الايمايد اعمل عمليه ريدكشن سواء كان برايمري ايمايد او ايه او سكندري او ايه او سكندري ايمايد او سكندري ايمايد. طيب بعد كده عندي قلت ايه تاني؟ قلت بعد كده عندي النيترو كومباوند، نيترو كومباوند زي النيترو بنزين لما اعمل لها نيتريشن تديني الانيلين اللي هو عباره عن حلقه بنزين متصل بها امينو جروب، وتشرحناه قبل كده. يبقى الطريقه الثانيه اتشرحناها قبل كده. الطريقه الثالثه امينيشن اوف ارايل هالايد. كلمه امينيشن اوف ارايل هالايد اللي احنا لسه شرحناها ومخلصينها انني بستبدل الهالايد بمجموعه امينو، شرحنينه قبل كده. دي ثالث طريقه. رابع طريقه اللي قدامنا حاجه اسمها هوفمان ديجراديشن. هوفمان ديجراديشن زي ما انتم عارفين كلمه ديجراديشن يعني تكسير، يعني كليفج، يعني بريك داون. هعمل عملية تكسير، هعمل عملية تكسير. التفاعل ده الراجل اللي قدامي ده عبارة عن ايه زي ما شرحنا قبل كده يا شباب؟ ده انهي كلاس من الكيميكال كلاس ديت؟ المجموعة ديت مجموعة ايه اللي لسه قايلها من شوية؟ انا ما بسألكش في حاجة جديدة. سيبنا من اللي احنا قلناه في الماضي، مش عايزين نتكلم في الماضي. لأن الماضي ده كان كله جراح، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن أمد إيمايد. برايمري ايمايد، برايمري ايمايد. البرايمري ايمايد ده الراجل بقى هوفمان ده قال ايه؟ بالذات بقول اسم هوفمان ديجراديشن، يعني هوفمان ده ديجراديشن يعني حصل عمليه تكسير او عمليه كليفج او بريك داون، معنى كلمه ديجراديشن. فالراجل ده الخلاصه قال ان انا لو اما اجيب الكلورين او البرومين السي ال 2 او البي ار 2، يعني السهم ده بي ار 2 او سي ال 2، في وجود الفيري سترونج بيز زي البوتاسيوم هيدروكسيد او البوتاسيوم هيدروكسيد سيان، يعني بقول لك برومين او كلورين، في وجود الاو اتش ماينس. او اتش ماينس يعني ايه؟ يعني بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد، اي سورس للاو اتش ماينس، ماشي يا شباب؟ فبقول لي بقى ايه؟ بجيب البرايمري ايمايد اللي احنا خلاص عرفنا يعني ايه برايمري ايه ايمايد، زي الراجل قدامي ده اسمه بروبينامايد، او الراجل ده لما اكون حلقه بنزين وعليها سي او ان اتش 2 يبقى اسمها بنزامايد. بنزامايد الراجل ده قال لي لما اعمل له تفاعل مع البرومين او في وجود الاسترونج بيزك ميديا بيحصل لي لوس للسي او بتاعه الفانكشن جروب بتاعه الامايد. لوس يعني ايه؟ يعني بتخرج خالص، بتمشي، يعني كانها مش موجوده عندي. عشان كده التفاعل ده اسمه ايه؟ هوفمان ديجراديشن. عملت كليفج، عملت بريك داون، حصل لي لوس للسي او لما السي او كانها مش موجوده عندي وتمشي. يبقى اللي باقي عندي دلوقتي عباره عن حلقه بنزين وماسك في ان اتش 2، يبقى ده برايمري امين اللي هو الانيلين. الراجل ده بروبينامايد السي دبل بوند او هتخرج عندي وتمشي، يبقى انا فقدتها خالص، مش كانها مش موجوده. يبقى اللي اتبقى عندي ايسين امين او ايسايل امين اللي هو ده، ايسين امين او ايسايل امين، هو ده ايه اسمه؟ هوفمان يا شباب، هوفمان ديجراديشن. تاني هوفمان ديجراديشن ده لان ده من التفاعلات اللي بحبها جدا مع الميكانيزم بتاعه، بس مش هنقول الميكانيزم النهارده في المحاضره الجايه، كنت اجيبه في اي امتحانات عندنا في جامعه الازهر لانه مهم جدا بيتحضر منه حاجات كتيره جدا.
لان الامينز احصل عليه، ممكن الامينز اجيب منه دايزونيوم سولت، والدايزونيوم سولت ده بسم الله ما شاء الله اجيب منه زي ما انت عايز. الانيلين يا شباب احوله للدايزونيوم سولت ازاي؟ اللي شرحناه الاسبوع اللي فات. الامينز ده الانيلين ده عايز احوله الى بنزين دايزونيوم كلورايد، افعل الانيلين ده مع ايه؟ الانيلين ده افعله مع ايه يا شباب؟ عشان يتحول تبقى ان تريبل بوند ان سي ال ماينس، وان عليها شحنه موجبه اللي هو البنزين دايازونيوم سولت. تمام اسراء، بارك الله فيكم. افعله مع النيتراس اسيد زي ما افنان بتكتب كده، افعله مع النيتراس اسيد. النيتراس اسيد ده اللي هو قلنا يا شباب ايه، انستيبل، ما فيش بوتل كده مكتوب عليها نيتراس اسيد، ده عباره عن صوديوم نيترايت في وجود الاتش سي ال. في وجود مين؟ في وجود الاتش سي ال. طيب يبقى ده عباره عن مين؟ عباره عن الانيلين. وازاي قلت؟ يبقى انا عند الراجل ده هوفمان ديجراديشن، قول لي لما اجيب البرومين او الكلورين في وجود البوتاسيوم هيدروكسيد يحول لي البرايمري ايمايد جنرال كده، برايمري ايمايد. وقلت يعني ايه برايمري ايمايد؟ يعني عندي سي او ان اتش 2، سي او ان اتش 2، الان ما لهاش سبستيوشن باي حاجه من الهيدروجين اللي عليها، سي او ان اتش 2، يبقى ده برايمري. هيتحول الى ايه؟ يتحول الى برايمري امين. يعني معنى ذلك التفاعل ده حصل فيه لوس لمين؟ للسي دبل بوند ايه؟ للسي دبل بوند او. للسي دبل بوند او. الطبيعي عشان كده سميناه هوفمان ديجراديشن او هوفمان هيدروليسيس او هوفمان بريك داون او هوفمان كليفج. اللي هو هوفمان ايه؟ هوفمان ديجراديشن. ان شاء الله الميكانيزم بتاع ده هنشرحه في المحاضره الجايه، بس اهم حاجه دلوقتي عرفنا ايه؟ عرفنا ان هوفمان ديجراديشن ان انا اجيب برايمري ايمايد افعله مع البرومين او الكلورين في وجود الفيري سترونج بيز زي الهيدروكسيد هيحصل لي لوس للسي دبل بوند او بتاعه الايمايد ويتحول لي الى مين؟ الى برايمري امين، الى برايمري امين. ده بالسؤال يا شباب. يبقى دلوقتي البرودكت اللي طلع عندي ده اللي هو البرايمري امين ده يحتوي على عدد ذرات كربون اكبر من الايمايد اللي جاي منه ولا اقل؟ وبنسبه كام؟ تمام كده، تمام يا شباب. اقل بايه؟ اقل بنسبه ايه؟ ذره كربون واحده، اقل بواحده. يعني انا دلوقتي لو جيت ابص، انا كان عندي هنا في البروبينا مايد ده ادا 1 2 3، كان عندي 3 كربون. الراجل اللي خرج عندي فيه كام كربون؟ 1 2، اصبح 2. يبقى جنرال كده لما بحضر من البرايمري ايمايد احضر منه برايمري امين بطريقه ايه؟ عشان يبقى كلام محدد، بطريقه هوفمان ديجراديشن. هوفمان ديجراديشن، يبقى البرودكت اللي هو البرايمري امين عندي يقل نسبه كربونه واحده. يعني انا لو بادئ بثلاثه يبقى اللي يطلع عندي فيه اثنين، ادي ثلاثه اللي طلع عندي فيه اثنين. بادئ باربعه يبقى دي فيه ثلاثه، بادئ بخمسه يبقى دي فيه كام؟ فيها اربعه. بادئ بسته يبقى الراجل ده فيه خمسه. بادئ ب10 يبقى الراجل اللي طلع عندي ده فيه 9. انا ليه بقول في حاله مين هوفمان ديجراديشن؟ ارجع للسلايد اللي احنا قلناها في الاول في التحضير عشان ما يبقاش كلام ايه؟ كلام جنرال. انا بقول بطريقه هوفمان ديجراديشن. الراجل ده كان عباره عن ايه؟ عن برايمري ايمايد، ونفس المثال اللي احنا حاطينه بروبين ايمايد. يبقى سيادتك ممكن اقول لك احط لك على السهم ليثيوم الومنيوم هيدرايد في وجود الهيدرونيوم ايون الاتش 3 او موجب. اداني دلوقتي ايه؟ اداني 1 2 3، 1 2 3. هل هنا في قل في عدد الكربون؟ مفيش قللان في عدد الكربون، انا بادئ بثلاثه حصلت على ثلاثه. يبقى اداني مين؟ اداني بروبين امين او بروبايل امين. ماشي يا شباب؟ يبقى هنا بادئ بثلاثه طلع لي ثلاثه. ده باني لو حطيت لك على السهم بقى، قلت لك هنا على السهم كده برومين في وجود الاو اتش ماينس، يعني في وجود بوتاسيوم هيدروكسيد او صوديوم هيدروكسيد اللي هي سورس للفيري سترونج بيز.
يبقى الراجل ده يديني ايه الراجل ده؟ ماشي، يبقى اسمه ايه؟ يبقى هيبقى اسمه إيصاي الأمين، مش هو بروبين أمين؟ يبقى اللي طالع عندي عبارة عن سي اتش 3 سي اتش 2 ان اتش ايه؟ ان اتش 2 ده اللي هو ايه يا شباب؟ اللي هو هوفمان ديجراديشن، هوفمان ديجراديشن إيصاي الأمين. إنما هنا لو حطيت ليثيوم ألمونيوم هيدرايد، ماشي يا شباب، في وجود الهيدرونيوم أيون أو أسيديفايد ووتر، يبقى اللي هيطلع عندي بنفس عدد الكربون. أنا مستخدم بروبيناميد، يبقى يطلع عندي بروبينامين. الراجل ده في وجود البرومين مع الفيري سترونج بيز، يبقى التفاعل ده اسمه إيه؟ اسمه هوفمان ديجراديشن. يبقى معنى ذلك هوفمان ديجراديشن يعني ايه؟ يعني هيحصل لص للسي دبل بوند او دي كانها مش موجوده، عشان كده اسمه ديجراديشن. اسمه ايه؟ اسمه ديجراديشن. يبقى ده عندي من سي اتش 3 سي اتش 2 ان اتش 2. طيب في عندي تفاعل بعد كده اسمه شيمت ري ارينجمنت، شيمت ري ارينجمنت برضه من تحضير مين؟ البرايمري امين اللي هو الانيلين. شيمت ري ارينجمنت مش شيمتد، لا الاي والدي دي اس شباب سايلنت ما بتنطقش. شيمت ري ارينجمنت. الراجل ده بيقول ايه؟ نشوف اسراء بتقول ايه. يبقى شيمت ايه يا شباب؟ شيمت ري ارينجمنت. الراجل ده بيقول ان انا بجيب البنزويك اسيد، خدنا البنزويك اسيد ده في العملي، او جنرالي اي اروماتيك ايه؟ اي اروماتيك اسيد، حط ديت ار تكون زي ما تكون بقى. اي اروماتيك اسيد زي البنزويك اسيد اللي احنا واخدينه مثال، ماشي يا شباب؟ الراجل ده في تفاعله مع حاجه جديده اول مره نسمعها، مع ان احنا خدناها في سنه اولى بس ما علينا، حاجه اسمها الهيدرازويك اسيد. هيدرازويك اسيد يبقى اتش ان 3. الهيدرازويك اسيد ده يا شباب رمزه اتش ان 3. الاتش ان 3 ده يا شباب الهيدروجين هنا عامل كام بوند؟ اتش ان 3 اسمه هيدرازويك اسيد. في اتش ان 3 ده الهيدروجين عامل كام بوند؟ ريهام بتقول اتنين وإسراء بتقول واحدة. الراجل ده بقول عليه اتش ان 3. طبعا احنا عارفين ان الهيدروجين فيه الكترون واحد، فمستحيل ان الالكترون هيكون اكتر من رابطة. هيكون مش معقول هيكون اكتر ايه؟ هيكون اكتر من رابطة. يبقى الراجل ده هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن رابطة واحدة. الراجل ده شكله مرسوم ازاي؟ ال اتش ان 3 ده اللي هو بيقول عليه اسمه هيدرازويك اسيد، عباره عن ادا ان. انا عندي كام ان دلوقتي؟ عندي 3 ادا ان وكمان ان وكمان ان، ومتصل هنا بايه؟ بهيدروجينه واحده.
اللي هي موجودة عند اتش ان 3. عايزين نعرف بقى الراجل ده الروابط اللي موجودة عندي دي ازاي. انا عندي هنا اتنين وعندي هنا اتنين، يبقى الراجل اللي في الوسط ال ان اللي في الوسط ديت، مش انا عندي 3 ان، ادي 3 ان، الراجل اللي في الوسط ده حواليها 4 بومب، يبقى عليه شحنه موجبه كانه امونيوم بالظبط. الراجل اللي متصل بالهيدروجين ده 1 2 3، يبقى عليه لون بير من الالكترون. الراجل اللي في الاخر ده حواليه 2 بومب، يبقى ناقصه ايه دلوقتي؟ يبقى ناقصه هيبقى عليه لون بير من الالكترون، وفي نفس الوقت حواليه شحنه ايه؟ شحنه سالبه. حواليه شحنه ايه؟ شحنه سالبه. لان المفروض زي الاوكتيت ستراكشر زي ما خدنا في الانترودكشن بتاعت سنه اولى، يكون ايه؟ يكون في الاوكتيت رول، يعني حواليه 8 الكترون، حواليه 8 الكترون، ده حواليه 8 الكترون، ال ان دي حواليها 8 الكترون، ادا 2 ادا 2 4 6 8، وده حواليه 8 2 4 6 8، بس عشان فقد اللون بير اصبح عليه شحنه موجبه، وده عليه كام؟ 2 4 6 8. يبقى ده ايه اللي هو رمز الهيدرازويك اسيد. الراجل ده بقى شيمتري ارينجمنت قال ايه؟ ما اجيب البنزويك اسيد او اي اروماتيك اسيد افعله مع الهيدرازويك اسيد في وجود الكونك سلفوريك اسيد اس كاتاليست ودرجه الحراره، ماشي يا شباب، بيحصل لي لص للسي او او ديت كسي او 2، يبقى دي هتخرج عندي از كربون دايوكسيد. از كربون ايه؟ كربون دايوكسيد، ادي الكربون دايوكسيد ثاني اكسيد الكربون. من النيتروجين بتوع الهيدرازويك اسيد دولت هيخرجوا لي از نيتروجين، يبقى انا كده اتخلصت من اتنين موجودين عندي، اتخلصت من اتنين موجودين عندي. يبقى اتبقي عندي ايه دلوقتي؟ وليكن الاتنين دولت خرجوا عندي ايه؟ از ايه؟ از نيتروجين. يبقى اتبقى عندي ان اتش، وعندي ايه تاني؟ وكان عندي اتش اهوت من السي او او اتش، يبقى ان اتش مع الاتش اللي هنا ده يديني مين؟ يديني ان اتش 2. ده اللي هو عباره عن برايمري امين، اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو الانيلين، اللي هو الانيلين. يبقى خلاصه الموضوع ده شيمتري ارينجمنت ده، وان شاء الله المحاضره الجايه هنقول الميكانيزم بتاع الايه؟ الناس دي تم ازاي، اللي هو هوفمان والراجل الشيمت اللي عندي ده. يبقى اهم شيء عندي هوفمان، يبقى بجيب برايمري ايمايد سواء كان اليفاتيك او اروماتيك، برايمري ايمايد سي او ان اتش 2 برايمري، ما ينفعش يبقى سكندري ايمايد ولا تيرشري ايمايد، سي او ان اتش 2 في وجود البرومين او الكلورين وفي وجود الهيدروكسيد از فيري سترونج بيز. ديجراديشن يبقى افتكر بدل بيكسر يعني تكسير، يعني بيحصل لوس للسي او اللي موجوده في مجموعه الايمايد بتخرج بفقدها. يبقى بيتكون لما السي او بتمشي من عندي سي دبل بوند او، يبقى ايه اللي بيتكون عندي في الاخر لما افقدها من الامايد؟ اللي بيبقى باقي عندي برايمري امين. يبقى هوفمان ديجراديشن برايمري امايد اللي بيخرج عندي عباره عن برايمري امين. شيمتري ارينجمنت اللي قدامنا ده عباره عن اروماتيك اسيد في وجود مين؟ تبقى فعله مع مين؟ مع الهيدرازويك اسيد. هيدرازويك اسيد، يبقى قلت لك بنزويك اسيد مع البرومين و او الكلورين في وجود الاو اتش، ده عباره عن شيمتري ارينجمنت غلط. شيمتري ارينجمنت كربوكسيليك اسيد مع هيدرازويك اسيد في وجود مين؟ الكونك سلفوريك اسيد از كاتاليست، ماشي يا شباب. بيديني مين؟ بيديني برايمري ايه، او بيديني اروماتيك امين برايمري ايه؟ برايمري امين اللي هو الانيلين. من التفاعلات عندي برضو اللي شبيهه بالتفاعل اللي فات ده اللي هو شيمتري ارينجمنت حاجه اسمها كيرتس ري ارينجمنت. كيرتس ري ارينجمنت، ايه كيرتس ري ارينجمنت ده؟ كيرتس ري ارينجمنت الراجل ده بيقول ايه؟ ايوه، يعني في التفاعل اللي فات ده زي ما اسراء بتقول، علشان يديني برايمري امين لازم اللي يكون عندي زي ما قلت كده عباره عندي عباره عن برايمري امايد في حاله هوفمان ديجراديشن او كربوكسيليك اسيد بنزويك اسيد، ماشي، مع مين؟ مع مين؟ مع الهيدرازويك اسيد. يبقى في حاله هوفمان ديجراديشن اللي بخرج عندي برايمري امين، في حاله
سيمتري ارينجمنت البرودكت اللي عندي عباره عن برايمري امين، يبقى في هوفمان ما فيش عندي سكندري امين بيتكون، وفي شيمت ما فيش عندي سكندري امين بيتكون، كان دي كلها مخصوصه للبرايمري امين اهو، حتى انا كاتب العنوان فوق سينسز اوف برايمري امين. سينسز اوف برايمري امين يعني الكلام ده مخصوص للبرايمري امين فقط، للبرايمري امين ايه فقط. طيب تمام، برضو كيرتس ري ارينجمنت ده يبقى بكون به برضو ايه برايمري امين، بس الفرق اللي عندي ايه، هو بس الفرق في الرياكتنت مع بعضها، الناس اللي بتتفاعل مع بعضها في كل التفاعل هو عباره عن ايه بس. يعني انا لو عايز احضر الانيلين دلوقتي ممكن احضره عن طريق هوفمان، اعمل ايه؟ اجيب البرايمري ايمايد اللي هو البنزامايد زي ما قلت في وجود البرومين او الكلورين في وجود الاو اتش. طب التفاعل اللي بعده اللي هو شيمت ري ارينجمنت، اجيب البنزويك اسيد في وجود الهيدرازويك اسيد يتفاعل معاه اللي فيه 3 نيتروجين في وجود الكونك سلفوريك ودرجه الحراره، يديني مين؟ يديني البرايمري امين اللي هو الاروماتيك اللي هو الانيلين. طيب عايز اعمل تفاعل تاني برضه احضر بيه برايمري اروماتيك امين اللي هو كيرتس ري ارينجمنت ده. ده نفس الكلام، الراجل ده بيحصل له درجه حراره عاليه، بيحصل له ثيرمال ديكومبوزيشن، كلمه ثيرمال دي انا درجه حراره عاليه. لمين بقى الراجل ده دلوقتي؟ الهيدرازويك اسيد اللي انا لسه قايله في السلايد اللي قبل ديت اللي هو كان اتش ان 3 اتحول الى ان اي ان 3، وده برضه واخدينه السنه اللي فاتت في تفاعلات الالكايل هالايد. لو جبت الالكايل هالايد السنه اللي فاتت هتلاقي تفاعل الالكايل هالايد مع صوديوم ازايد يديني الكايل ازايد، نفس البتاع ان اي ان 3 ديت، هو نفسه زي بالظبط زي الهيدرازويك اسيد، نفس الاستراكشر اللي انا كنت راسمه، بس مكان الهيدروجين استبدله بالايه؟ استبدله بالصوديوم، يبقى اسمه ايه؟ صوديوم ازايد. يبقى ال N3 اللي موجوده في الهيدرازويك اسيد لما تبقى موجوده على هيئه سولت، يعني حاجه موجب وحاجه سالب، مش انا ال N ايه موجب؟ والسي، ويبقى الجزء الباقي ده سالب، فيه نيتروجين فيهم من الثلاثه عليهم شحنه ايه؟ عليهم شحنه سالبه. يبقى برام عندي موجب وسالب يبقى صولت، يبقى اسمه ايه؟ يبقى في الحاله ديت اقول صوديوم ازايد، اقول بوتاسيوم ازايد، ما قلتش بقى بوتاسيوم هيدرازويك، لا اسمه ايه؟ صوديوم ازايد، بوتاسيوم ازايد. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى انا عندي في الحاله ديت الراجل ده، الراجل ده اسمه ايه؟ حلقه بنزين سي او سي ال، اسمه بنزويل كلورايد، بنزويل كلورايد، يبقى مجموعه البنزول دي اللي هي إيه؟ عباره عن حلقه بنزين وماسك فيها سي او كيتون الجروب اللي على الدايره ديت اسمها ايه؟ اسمها بنزويل، اسمها ايه يا شباب؟ بنزويل، يبقى اسمه بنزويل كلورايد. لو دي برومايد يبقى بنزول برومايد، ايودايد يبقى بنزويل ايودايد، يبقى احنا عرفنا حلقه بنزين وماسك فيها سي دبل بوند اهو، يبقى اسمها بنزويل. ده بحلقه بنزين وماسك فيها سي او ان اتش 2 يبقى اسمها بنزامايد، اللي احنا قايلينها في مين؟ قايلينها في هوفمان ديجراديشن. ماشي يا شباب؟ يبقى ده اسمه صوديوم مع الصوديوم ازايد. هيحصل عندي نفس ما قلت كده، هيحصل عمليه ديكومبوزيشن تكسير وري ارينجمنت. يبقى ايه اللي هيحصل برضه والميكانيزم ده هنقوله برضه الايه؟ هيبقى نفس الميكانيزم بتاع اللي هو شيمت ري ارينجمنت شبيه له قوي، لان انا عندي ان 3 وهناك ان 3 هما دولت اللي ايه؟ اللي بيعملوا التفاعل كله، وهناك كان دي هناك كان عباره عن كربوكسيليك اسيد. كان كيرتس ري ارينجمنت ده موديفيكيشن تعديل لمين؟ لشيمت ري ارينجمنت، مش شيمت اللي احنا لسه مخلصينه ده كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن اروماتيك اسيد سي او او اتش. سي او او اتش مع مين؟ مع الهيدرازويك اسيد. انا هنا في الراجل ده استبدلت الاو اتش بسي ال اللي هو في كيرتس ري ارينجمنت، والاتش ان 3 بقت مكان الاتش ديت عباره عن ايه؟ بقت عباره عن صوديوم بس كده، بقت عباره عن ايه؟ عباره عن صوديوم، فالمركب اسمح اسمه ايه؟ صوديوم ازايد. صوديوم ايه يا شباب؟ صوديوم ازايد. اللي هو قدامي ده ايه اللي بيحصل؟ نفس الكلام زي ما قلت، الان 3 في عندي 3، 2 منهم هيخرجوا از نيتروجين، والسي او مع او من الميه هتخرج از كربون دايوكسيد نتيجه لدرجه الحراره العاليه، هتطير لي كربون دايوكسيد وتطير لي نيتروجين جاز، كل ده عباره عن جاز نتيجه لدرجه الحراره اللي انا مستخدمها العاليه. يبقى الراجل ده هيحصل فيه عمليه هيدروليسيس، عمليه هيدروليسيس، ما تشغلش الايزوسيانيد ديت،
الايزوسيانات ديت هتطلع لي كانترميديت في الميكانيزم بتاع التفاعل، انا ما عنديش حاجه دلوقتي اسمها ايزوسيانات، وهنعرف هي ايه الايزوسيانات ديت. ماشي يا شباب؟ يبقى في عندي السي ال ديت، وفي نفس الوقت هيتبقى عندي ايه بقى من الاثنين؟ انا دلوقتي ان 2 خرجت، خلصت على اثنين، انا عندي ثلاثه، يبقى لسه باقي عندي ان. ماشي يا شباب؟ و2 اتش من الميه، المهم يعني هيطلع عندي مين في الاخر؟ ان اتش 2 عباره عن برايمري ايه؟ اروماتيك امين، اللي هو الايه؟ اللي هو الانيلين. يبقى انا بقى ب3 نيتروجن، يبقى لازم انا هكون ان اتش 2، يبقى اللي خرجوا از نيتروجن جاز. السي او زي ما قلت برضو في البنزويك اسيد اللي هو سي او اتش، هنا برضو السي او مع اكسجين من الميه، يبقى طالع عندي از ايه؟ كربون دايوكسيد. وعندي اتبقى ان مع 2 اتش موجودين عندي، يطلع مين عندي؟ يطلع الايه؟ يطلع الانيلين. يطلع الانيلين عن كل ما هنالك عايزك هوفمان ديجراديشن وشيمت ريارنجمنت وكيرتس ريارنجمنت، تعرف لي بس فقط لغايه دلوقتي الكونديشن بتاعت التفاعل، بفاعل مين مع مين علشان يديني ايه؟ كل دولت الثلاثه دولت سواء هوفمان او شيمت ريارنجمنت او كيرتس ريارنجمنت، ماشي يا شباب، او كيرتس هيدروليسيس، كل دولت عباره عن ايه؟ عباره عن انترميديت او تفاعلات علشان اكون بها برايمري امين، وخصوصا الانيلين عباره عن برايمري ايه اللي بحضر بهم؟ برايمري امين. ماشي يا شباب، تبص الثلاث تفاعلات اللي فاتت دولت، اكيد كل واحد دلوقتي بيفكر بيقول هو التفاعل ده تم ازاي، والناس دي اتخرجت، والان اتش 2 اتكونت، والكلام ده كله. ماشي، كل ده الميكانيزمات ديت هم كلهم شبه بعض، هنقولهم المحاضره الايه؟ المحاضره الجايه، عشان كده تفهم مدى اهميه انك انت تعرف التفاصيل بتاعت الميكانيزم، تحس انك انت بتذاكر بفهم وعارف الدنيا ماشيه ازاي. ولو بتعرف ميكانيزم مع ميكانيزم اخر وترسم بايدك، هتلاقي الموهبه بتاعت انك انت الميكانيزم ده من دماغك انت ذات نفسك، زي ما بتحل مسائل رياضه تلاقيك انت بتحل من غير خلاص من غير مذاكره، لانك انت عدت فاهم الدنيا قالت ماشيه ازاي. وحتى لما بيبقى في حاجه ما هياش مش مظبوطه، بتعرف ان في خلل موجود عندك. يبقى هل يا شباب التفاعلات او الكيمياء العضويه دي تنفع ان انا اقول لك ده بفاعل ده مع ده وده ده من غير ميكانيزمات؟ هل يجوز؟ الناس ترد عليا، في ناس طبعا اكيد بتقول لي يجوز، ايه المشكله؟ ما نحفظهم وخلاص. فانا بتكمن اهميه ان انا كل حاجه بشرحها لك، ليه بقول لك الميكانيزم؟ وانا مش هقول لك ميكانيزم يبقى انا بقول لك بقى خد الحاجه دي واحفظها زي ما هي كده وخلاص، واقعد ايه واحفظ فيها. واخد بالك؟ يعني انا حتى بقول لك دلوقتي، قلت لك كيرتس او هوفمان، او انا قلت لك حتى اللي احنا قلنا ازاي التفاعل تم وبحضر ايه من ايه، ده كويس قوي جدا، لكن حتى مبدئيا يعني اضعف اللي ماني عارفين ده من مين حضرنا ايه. ماشي، بس الميكانيزم زي ما قبال بتقول اما اجيبه لك في الامتحان، هجيب لك جزء، لو جبت لك الميكانيزمات في الامتحان الحضور جزء من الميكانيزم، بس ما هنالك سيادتك كل اللي تعمله انك انت تعمل لي الاسهم، من الالكتروفايل ومن النيوكلوفايل، من اللي هيروح لمين، فاتجاه الاسهم ده في حد ذاته هو ده اللي انا عايزه منك، وانت مش هتعرفه الا اذا كنت فاهم اللي انا بقوله او اللي احنا بنشرحه. كل ما هنالك انت بس سيادتك ترسم لي اسهم، الاسهم ده طالع من اللي فين ورايح على فين وادانا ايه في الاخر. مش عايزك يعني ايه، مش هتقعد تحفظه لي كده بالنص كده زي ما قلت قبل كده، ما كنا زيكم كده كان الدكتور يقول هوفمان ديجراديشن وخلاص، ولا اقول لك حتى تفاعل مثلا بنزاميد ولا ايمايد عشان يديني برايمري امين في التفاعل ولا اي حاجه، هوفمان ديجراديشن ومع نفسك بقى كم اكتب انت بقى كل حاجه. السؤال كله هوفمان جيف ذا ميكانيزم اوف هوفمان ديجراديشن بس. ما علينا، عندي بعد كده ممكن احضر السكندري او التيرشري امين من حاجه اسمها هوفمان الكايليشن. هوفمان الكايليشن ده من الاسم كده، هوفمان الكايليشن يعني ده نوع تاني من انواع هوفمان، احنا ما فيش ورانا الا هوفمان النهارده، هوفمان ديجراديشن وفي هوفمان الكايليشن، وفي التفاعلات بتاعت الامينز في حاجه اسمها هوفمان اليمينيشن. يعني هوفمان ده موجود معانا بثلاث حاجات، ديجراديشن اللي احنا قلناه في تحضير البرايمري امين، وفي هوفمان الكايليشن اللي معانا ده، وفي الرياكشن بتاعت الامينز في حاجه اسمها هوفمان اليمينيشن. لو خدناه هنعرفه في مكانه ان شاء الله، خلينا في الالكايليشن اللي عندي ده. من الالكايليشن كده هعمل الكايليشن على مين بالله عليكم؟ هل هعمل على حلقه البنزين ولا هعمل على الامينو جروب؟ هعمل على الامينو جروب، وزي ما قلت
كأن دي مستبدل من الأمونيا، فكل اتش هتخرج هتخرج از بروتون، والكلام ده كنت أقول لك يعني إيه الكلام دقيق، الاتش اللي هتخرج من ال ان اتش 2 ما أجي أستبدلها بتخرج از بروتون، عشان إيه؟ عشان أرجع اللون بير من الإلكترون اللي كانوا على الإن، مش إحنا قلت لما أجي أتفاعل الراجل ده السنتر بتاع النيوكلوفيليست بتاعت الأمينز عموما ديت عبارة عن إيه؟ هي اللون بير اللي موجودة على الإن. هيجي يتفاعل مع ميثايل ايودايد، ايثايل ايودايد، بروبايل ايودايد، مهما يكون اي القايل، القايل هلايد بس يكون ايه؟ القايل ايودايد، القايل ايه؟ القايل ايودايد. يبقى الراجل ده مين عند الموجب ومين السالب؟ الايودايد بتسحب الالكترونات اكتر. يبقى الايودايد عليها بارشال نيجاتيف تشارج، وعليها بارشال نيجاتيف تشارج ليه؟ لانها هايلي الكترو نيجاتيف، بتعمل حاجه اسمها ماينس اندكتيف افكت، فبتسحب الكترونات الرابطه السنجل بوند السيجما بوند ناحيتها. يبقى اصبح السي كربون بتاعت الميثايل ديت عليها ايه؟ عليها بارشال بوزيتيف تشارج. يبقى الراجل المحترم اللي عند اللي عليه لون بير من الالكترون ده ما يجي يعمل اتاك، هيعمل اتاك على مين؟ هيعمل اتاك على مين؟ على الكربون بتاعت الميثايل جروب. عمل اتاك عليها تقوم خارجه الاي خالص از ايه؟ از ايودايد نيجاتيف. الايودايد النيجاتيف ديت هتلاقي مين عند اللي هيخرج از بروتون؟ عشان الان اتعوض اللون بير اللي عليه الاتش دي لازم واحده منهم تخرج از بروتون. اتش بروتون مع ايودايد نيجاتيف تديني مين؟ تديني الاتش اي. يبقى انا اهوت اقول زائد اتش اي. يبقى اللي كون عندي ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن برايمري امين اللي هو الانيلين، اللي خرج عندي ان سي اتش 3 ادي كربون وكربون، يبقى ده عباره عن سكندري امين. السكندري امين ده اسمه ايه؟ بقول عليه ان ميثايل انيلين. ان ميثايل انيلين ده بالان دي يا دكتور تتكتب سمول ولا كابيتال؟ لا، في الان ميثايل انيلين علشان اعرف ان هي كانت اتاتشت بالنيتروجين، الان دي لازم تكتب كابيتال كده، يبقى اقول ان كده شرطه واكتب ميثايل انيلين. لو قلت ميثايل انيلين وفقط ممكن تعني ان الميثايل ديت موجوده على حلقه البنزين، وممكن تعني ماشي ان حصل عندي الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن، انما التفاعل ما فيش فيه الكتروفيليك سبستيوشن رياكشن ولا يحزن، لان التفاعل ما تمش على ايه؟ على حلقه البنزين. والتفاعل ما تمش على حلقه البنزين ليه يا شباب؟ علشان خاطر ما عنديش لويس اسيد. عشان اعمل فريد الكرافت الكايليشن لابد ان انا عند حلقه البنزين يكون عليها ايه؟ يعني يكون عندي على السهم ده عباره عن لويس ايه؟ لويس اسيد، فانا ما عنديش لويس ايه؟ لويس اسيد. ماشي، كأن ده بالظبط شبيه بالتفاعل بتاع الفينولز لما كنت بكون الايثر، كنت بفعله مع الميثايل ايودايد والفينول كان بيبقى موجود على هيئه فينوكسايد، كان النيجاتيف تشارج تلاقيك على الكربون اللي عليها شحنه موجبه. طيب يبقى اداني ده ان ميثايل انيلين، يبقى الان يا شباب لازم لما تتكتب كابيتال كده يبقى معناها ان انا عندي نيتروجين حصل عليه سبستيوشن للهيدروجين اللي عليه بالالكايل جروب اللي ماسكه فيه. لما اقول ان ميثايل انيلين يعني واحد من الهيدروجين اللي موجوده على الان بتاعت الانيلين حصل لها استبدال بمجموعه الميثايل. لما اقول ان بروبايل انيلين يعني معنى ذلك واحده من الهيدروجين ديت حصل لها سبستيوشن بمجموعه الكايل جروب اللي هي البروبيل جروب، بروبايل جروب. يبقى ده عندي نفس الكلام، ما زال الان ميثايل انيلين ده ايه؟ نيوكلوفيليك، نتيجه ان عليه لون بير من الالكترون. هيعمل ايه يا شباب للميثايل ايودايد؟ نفس الكلام، الايودايد بتسحب، يبقى الميثايل عليها شحنه موجبه، يجي الان تعمل عليها اتاك. ماشي يا شباب؟ هتعوضها منين؟ اللون بير اللي عليها اللي هي فقدتهم بقى عليها شحنه موجبه، هتعوضها منين؟ تفقد الهيدروجين ده از بروتون، الهيدروجين هيخرج از بروتون، هيلاقي الايودايد السالب يكون لي مين؟ اتش اي، ويديني الراجل ده. يبقى الراجل ده يا شباب بقى اسمه ايه دلوقتي الجديد ده؟ أنا كنت بقول هنا إن ميثايل أنيلين، ده أقول بقى إيه؟ إن في الراجل اللي عندي ده، لما أجي أسميه الراجل ده، أقول إن كابيتال قامة كده وإن تانية، يعني الإن حصل عليها سبستيوشن مرتين، إن داي ميثايل أنيلين، إن داي ميثايل أنيلين، وقلت الإن لازم تكون كابيتال. لان ان سمول ديت تعني نورمال، زي ما اقول مثلا بروبايل بيوتايل يبقى اقول ان سمول تعني ان هو نورمال عادي، لا برانشد ولا يحزنون، اللي هو البرايمري الكايل جروب. ماشي يا شباب؟ اقول ان شرطه داي ميثايل انيلين. طب الراجل اللي عند الان ميثايل انيلين ده يا شباب
ما زال ال ان عليها لون بير من الالكترون. يبقى الوقت اللي خرج عني ده عباره عن انهي نوع من انواع الامينز يا شباب؟ ال ان ان داي ميثايل انيلين اللي هو ده. انهي نوع من انواع الالقاي من انواع الامينز؟ الراجل ده رقم اللي هو الترش الراجل ده. ان ان داي ميثايل انيلين ده انه نوع من انواع الامينز، برايمري ولا سكندري ولا تيرشري؟ تمام، عباره عن تيرشري ايه؟ عباره عن تيرشري امين. التيرشري اميني معناها ايه؟ معناها كانني بالظبط عندي امونيا ان اتش 3 ومستبدل الثلاث هيدروجينات بتوع الامونيا زي ما قلت في الاول بمجموعه ميثايل، واحده ثانيه بمجموعه ميثايل، واحده كمان بمجموعه فينايل. يبقى معنى ذلك ما زال الايه؟ ما زال ان عليها لون بير من الالكترون، اللي هم مرسومين عندك دولت الصغيرين دولت لون بير من الالكترون. يعني معنى ذلك ما زال الراجل ده عباره عن ايه؟ عباره عن نيوكلوفايل. يعني معنى ان هو نيوكلوفايل يعني ايه؟ يروح يعمل اتاك على الكربون اللي عليها شحنه موجبه. ليه؟ الايودايد بتسحب من مين؟ من الكربون، من الميثايل، لانها هيترو نيجاتيف، يبقى الكربون عليها ايه؟ بارشا بوست في تشارج. يقوم جاي الراجل دوت باللون بير من الالكترون عاملين اتاك على مين؟ عاملين اتاك على الراجل ده. الوقت اللي اتكون عندي ده والاي هتخرج مع الوقت، الراجل اللي اتكون ده التيرشري امين ده مع الميثايل ايودايد، الراجل ده ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه هيدروجين، خلصت خلاص لما تفاعلوا بالراجل ده. يبقى الراجل ده اصبح حواليه كام بوند دلوقتي؟ ادا واحد اتنين تلاته وواحد جديده مع الميثايل جروب اللي عندي الجديده ديت، يبقى في عندي كام ميثايل جروب؟ اصبحوا تلاته. يبقى ده بالظبط كانه شبيه بين يا شباب اللي هو الراجل دوت بقول عليه كواترنري امونيوم سولت. كواترن امونيوم سولت اللي يعني ايه؟ كواترنري يعني رباعي. اجي ابص كده لان كده حواليها كام بوند؟ ادي واحده مع حلقه البنزين وثلاثه مع مجموعه الميثايل. لما الان تعمل اربع مجموعات او اربع روابط يبقى الان يا شباب يصبح عليها شحنه ايه؟ شحنه موجبه وموجود على هيئه سولت ايودايد. الايودايد الايودايد ادي الاي وعليها شحنه ايه؟ والاي وعليها شحنه سالبه. الراجل ده اقول عليه انيلينيوم او ان 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 3 ان تراي ميثايل انيلينيوم ايودايد. ان 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 كابيتال ثلاث مرات تراي ميثايل انيلينيوم كلورايد او انيلينيوم ايودايد حسب الايه؟ حسب الهالوجين اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. يبقى الراجل ده اسمه هوفمان الكايليشن، يبقى عامل لي عمليه بولو الكايليشن. الاول عندي برايمري امين، حضرت منه مين؟ سكندري امين. السكندري امين رجع اتفاعل تاني مع الميثايل ايودايد، اداني مين؟ اداني تيرشري امين. التيرشري امين اتفاعل مع الميثايل ايودايد تاني، اداني مين؟ اداني الكواترنري امونيوم سولت. السؤال الاخير اللي هننهي بيه المحاضره بتاعتنا النهارده، الكواترنري امونيوم سولت اللي عندي ده اللي ان اللي عليها شحنه موجبه، الراجل ده لما كون الكواترنري في الخطوه الاخيره هل ما زال نيوكلوفيليك ولا النيوكلوفيليست بتاعته ما عادتش موجوده؟ بالظبط كده، لان زي ما ايبال بتقول كده النيوكلوفيليس بتاعته خلصت، ما عادش عندي لون بير من الالكترون، ما عادش عندي لون بير الايه؟ من الالكترون. وعشان كده بنقول عليه كواترنري امونيوم سولت، يعني راجل موجود على هيئه سولت. ده بنتيجه ان هو موجود على هيئه سولت يا شباب. تتوقعون بقى مين في دولت كلهم اللي يدوب في الميه؟ مين اللي يدوب في الميه؟ هنيجي ننشط لكم المعلومات بتاعت العملي، مين اللي يدوب في الميه في الناس دي كلها؟ الأخير بالظبط الملح ده هو ده اللي موجود على هيئة سولت. ليه ده داب في الميه؟ لأن أنا عند الراجل ده عليه شحنة موجبة، بيقوم الميه جايه باللون اللي احنا عارفينه ويقوم جايه ملمومه حوالين الإن اللي عليها شحنة موجبة. لا حواليها شحنة يا شباب، اللي حواليها شحنة موجبة، الان ديت عليها شحنه موجبه، بيجي اللون بير من الالكترون كان بيعمل عمليه سولفيشن لمين؟ للجزء اللي هو الكاتايون الان اللي عليها شحنه موجبه وتبقى موجوده جواه، ماشي؟ نتيجه ان هو عليه شحنه ايه؟ موجبه از كاتايون، زي ما قلت صوديوم كلورايد. بتيجي الميه تتلم حوالين اللي موجود عندي اللي هو الكاتايون او البوتاسيوم الكاتايون، ماشي يا شباب؟ ويبقى انا كان الميه خدت الجزء الموجب وتلفت حواليه
وخلت الجزء السالب لوحده، علشان كده حصل عمليه الايه؟ حصل عمليه السوليوبيليتي او عمليه الايه؟ الذوبانيه. عمليه الايه؟ عمليه الذوبانيه. احنا كده يا شباب هنقف عند السلايد ديت، وان شاء الله المحاضره الجايه هن ايه؟ انا بالتالي كده خلاص ما عادش في سلايدات. المحاضره الجايه ان شاء الله نتيجه للاهميه القصوى علشان نفهم التفاعلات اللي هي هوفمان ديجراديشن، وناخد اللي هو الايه؟ الشيمتري ارينجمنت. كيرتس يعتبر موديفيكيشن لشيمتري ارينجمنت، الاثنين شكل بعض. فهناخد هوفمان ديجراديشن، ناخد الميكانيزم بتاعه تم ازاي، وناخد اللي هو شيمتري ارينجمنت تم الايه؟ تم ازاي. ماشي، والله في تفاعلات تانية كتيرة لتحضير الأمينز، بس هنكتفي بدولت عشان إيه؟ عشان ما نطولش قوي، والمرة الجاية ناخد الميكانيزم، وبعد كده نخش في الرياكشنز والإيه؟ والبيزيست بتاعت الفينول، زي بتاعت الأمينز، بتاعت الأمينز. زي ما إحنا شايفين كده يا شباب، البيزيست بتاعت الأمينز ديت هتبقى راجعة لإيه برضه؟ هتبقى برضه إن الأمينز عليها إيه؟ عليها لون بير من الإلكترونات، وأنا قلت لكم الحاجات اللي بتشتغل بيزيس برضه بتشتغل أز نيوكلوفايل، زي الهيدروكسايد. صوديوم هيدروكسيد او البوتاسيوم هيدروكسيد، يشتغل از بيز ويشتغل از نيوكلوفايل. فالامينز نتيجه للون بير من الالكترونات اللي عليها، زي ما احنا شفنا التفاعل ده مثال حي ان هي بتشتغل از نيوكلوفايل. الان باللون بير اللي عليها عملت اتاك على الكربون الايه الموجبة، عشان كده بقول عليها نيوكلوفيليك. وبرده نتيجه للون بير من الالكترون، ماشي يا شباب، بتشتغل از ايه؟ از بيز. علشان كده كل الامينز بقول عليها بيزس، وفي نفس الوقت بتشتغل از ايه؟ از نيوكلوفايل. وده ان شاء الله برضو البيزس ديت هتكون محل الايه؟ محل اهتمامنا في المحاضره الجايه ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم كده وينفع بكم، واللي عنده اي سؤال يتفضل ايه؟ يتفضل. مشكورا.